بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. حلقة النهاردة هتكون كالعادة الحقيقة، أولا أنا بشكركم جدا على كل ردود الأفعال اللي جات لي على حلقة امبارح والحلقات السابقة. ببقى سعيد جدا عندما تكون هناك ردود أفعال إيجابية الحقيقة على الحلقات وحلقة امبارح فيما يخص شكل الدوري ونجومنا اللي كانوا موجودين معنا. يعني ناس كتيرة بتقول لي أنت شكلك تعبان وشكلك مرهق من امبارح للنهاردة أو الفترة اللي فاتت، يعني بقول لهم معلش، الظروف اليومين دول في ضغط كبير جدا جدا لأمور كلها إن شاء الله كلها بتتحل وكلها بتبقى بسيطة جدا جدا جدا، لكن اللي عايز أقوله لحضراتكم أنه في النهاية كل الأمور بتمشي في مجراها الطبيعي. احنا كلنا بنشتغل عشان خاطر النادي الاهلي وكلنا دايما في ظهر النادي الاهلي بعيدا عن اي حاجه خالص، لان ناس كتير انا الحمد لله والشكر لله كويس وزي الفل، لانه ما اعرفش ليه ناس بتبعت لي تسالني في هذه الامور، لكن الحمد لله لو في حاجه هتعرفوا حضراتكم على طول، لكن انا كويس وزي الفل الحمد لله، مفيش اي حاجه خالص يعني تخص صحتي. انا كنت بلعب كوره امبارح الحمد لله يعني، فما فيش اي حاجه، هي بعض الضغوط في الشغل وده بيحصل لكل الناس، ده اولا. ثانيا النهاردة حلقة هيكون فيها ضيفي النجم عادل مصطفى في الجزء الثاني من هذه الحلقة، واحد من أبناء النادي الأهلي المثقفين اللي عندهم دايما رؤية ومن الناس قليلة الظهور، ولكن النهاردة هنتكلم معاه في كل الملفات بخلاف مفاجآت كثيرة جدا من جوه مصر ومن بره مصر. النهاردة كان يوم حافل بدأ بقرعة كأس العالم للأندية، والأهلي كالعادة ملك إفريقيا في مواجهة الفائز من أوكلاند سيتي واتحاد جدة السعودي. الحقيقة اتحاد جدة السعودي مش هو لوحده، ولكن كرة السعودية بالكامل عاملة تدعيمات كبيرة جدا جدا، بتنقل نجوم كبار في ما كناش بنشوفهم غير في أوروبا موجودين في الدوري السعودي الآن. الحقيقة بنية تحتية رائعة، نتمنى لهم يا رب كل التوفيق خلال الفترة القادمة. نسخة هتكون مختلفة لأنها هتقام في المملكة العربية السعودية وسط أهلنا، الحقيقة كل السعوديين أهلنا وإخواتنا، وأيضا الجالية المصرية الكبيرة جدا اللي بتبقى موجودة هناك في السعودية في بيتهم التاني. بشوف دايما أن كل ما الأهلي بيروح السعودية بيجد كل الترحاب سواء من إخواتنا في السعودية أو حتى من الجالية المصرية طبعا كالعادة، أو الجالية الأهلوية كالعادة في كل مكان بيكونوا داعمين للنادي الأهلي. هنبدأ أولى تقاريرنا النهاردة ونطلع نشوف تقرير مهم عن قرعة كأس العالم للأندية، ونرجع علشان كالعادة بقى نروح النمسا ونعرف إيه اللي بيحصل، إيه اللي حصل في المباراة الودية وأخبار كابتن خطيب، إيه أشياء كثيرة جدا هنتكلم عنها، ولكن نطلع نشوف هذا التقرير والأهلي وكأس العالم ونرجع نكمل. طيب، لغايه لما زميلنا فاروق صلاح يجهز، لانه زي ما حضراتكم عارفين احنا المباراه كانت بتلعب في ملعب بعيد عن فندق الاقامه بحوالي ساعه ونص او ساعتين، فهم لسه مخلصين المباراه الوديه اللي انتهت لصالح النادي الاهلي 3-0، هنتكلم عنها، ولكن المعدات لسه بتنزل والكلام ده كله، فاول ما يجهزوا معانا من النمسا هيكونوا معانا على الهواء مباشره، أو زميلنا فاروق صلاح يكون معانا على الهواء مباشرة ويقول لنا إيه اللي حصل في المباراة وكل هذه الأمور. فخلينا نبدأ دائما بأولى فقرتنا النهاردة وكالعادة فقرة حائط صد. طيب، خليني أبدأ مع حضراتكم الأول. أنا عندي فيديوهين عايز أوريهم لحضراتكم، الفيديو الأول هو خاص بكابتن محمود الخطيب، والفيديو الثاني خاص بحاجة هتكلم فيها عن حائط صد برضو. لو الفيديوهات جاهزة يا شباب، جاهزين؟ ورينا كابتن خطيب. كابتن خطيب النهاردة، بس أنا بحابب أن أنا أطمنكم في بداية كلامي على كابتن محمود الخطيب. زي ما حضراتكم شفتوا كابتن خطيب رابط راسه لأنه اتخبط في، زي ما شرحت لحضراتكم امبارح، اتخبط في الجيم في آلة من الآلات اللي يعني حاجات بسيطة كده الكابتن وهو واقف بيعملها فاتخبط، فعشان كده هو، لكن هو زي الفل الحمد لله. وزي ما حضراتكم شايفين كلنا كنا مصرين النهاردة ان احنا نصور وكابتن خطيب يشوف وحضراتكم تشوفوا كابتن خطيب وهو الحمد لله والشكر لله زي الفل. طبعا هو لابس الطاقية علشان يعني لو في شوية شمس ولا حاجة، وزي ما حضراتكم شايفين هو في وسط الجالية المصرية وأصدقائنا وزملائنا وأخواتنا اللي موجودين هناك من الجالية المصرية. حب كابتن خطيب، الناس كلها بتحبه، الناس كلها عارفة مين هو كابتن خطيب، وعشان كده
الراجل قاعد مبسوط وسعيد. اه طبعا شكله تعبان شويه من اللي حصل اول امبارح، ولكن زي ما حضراتكم شايفين هو زي الفل، وان شاء الله هيكمل كل تحليلاته وكل اموره ان شاء الله خلال الفتره القادمه. هو مسافر النهارده بالليل او بكره الصبح هيسافر الى فرنسا علشان يكمل كل التحاليل الخاصه بكابتن محمود الخطيب. انا بس حبيت ان انا في بدايه كلامي ان انا يعني اطمنكم على اسطورتنا ورئيس نادينا النجم الكبير كابتن محمود الخطيب. الحمد لله زي الفل، وزي ما حضراتكم شايفين حاجه جميله جدا. الفيديو الثاني هو فيديو تعليمي. يا عم احنا مش في حصه تعليم، لا، الفيديو ده تعليم للاجيال القادمه، تعليمي للاجيال القادمه والاجيال الصغيره علشان يتعلموا. ممكن جدا نكون مختلفين في وجهات نظر، ممكن جدا نكون النادي خد قرار او النادي شايف ان نجم كبير وله اسمه زي كابتن سيد عبد الحفيظ يكتفي او نكتفي بهذه الفتره وهو موجود. ولكن الفيديو اللي حوريه لحضراتكم، هات لنا الفيديو يا سمير لو سمحت، الفيديو اللي حوريه لحضراتكم النهارده هو فيديو زي ما قلت لحضراتكم للتعليم الشباب. كابتن سيد عبد الحفيظ هذا النجم الكبير اللي له دور كبير خلال الفترة السابقة مع النادي الأهلي في كمدير للكرة زي ما حضراتكم شايفين، النهارده كان ابنه كابتن يوسف سيد عبد الحفيظ اللي بيلعب في فريق 2005 كان موجود النهارده. كابتن سيد دخل الملعب كالعادة، لف الملعب وسلم على الناس كلها وسلم على حبايبه وسلم على اخواته اللي ما شافهمش بقالهم كتير اهو زي ما حضراتكم شايفين، وسلم على مراسلنا محمد توفيق، وفي الاخر راح قعد مع كابتن احمد ناجي كالعاده عشان يتفرج على ابنه كولي امر. بقى هو ليس مسؤول ولكن هو كولي امر. هل حد منعه مثلا؟ حد قال له ما تخشش؟ حد يعني زي ماليش علاقه بحد، ولكن هل حد منعه؟ حد قال له لا؟ حد قال له ما تخشش ولا مش عارف؟ لا، زي ما حضراتكم شايفين كده حاجة محترمة جدا، رجل له كيانه وله اسمه وله تاريخه وله لعبته، الحاجة اللي بكعب رجله كده. بصوا حضراتكم شوفوا بيتم استقباله ازاي، بيتم استقباله يعني مش عايز اقول لحضراتكم، يظل اسم سيد عبد الحفيظ يعني مهما كان كابتن سيد عبد الحفيظ يظل اسمه موجود دايما زي ما حضراتكم شايفين. انا عايز اوصل معاكم لاخر الصوره، لان اخر الفيديو يعني، لان اخر الفيديو فيديو جميل جدا جدا. كابتن سيد اهو، محمد توفيق زميلنا معاه، وبعدين راح سلم على كابتن ناجي وقعد جنب كابتن ناجي المشرف على مدربي حراس المرمى في قطاع الناشئين، ويعني قاعد بكل حب وبكل ود وبكل احترام ما بين الاجيال المختلفه في النادي الاهلي، سواء كابتن ناجي او كابتن سيد. وزي ما حضراتكم شايفين حاجه محترمه جدا جدا جدا. حبيت ان انا ابدا بفيديو كابتن خطيب عشان تطمنه، والفيديو الثاني هو الفيديو للتعليم والشهره عشان تعرف يعني ايه مبادئ النادي الاهلي، علشان تعرف يعني ايه كيان النادي الاهلي، علشان تعرف يعني ايه الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد، مش قصدي والله هنا حد، انا بتكلم بشكل عام، الفرق ما بين النادي الاهلي واي حد تاني. هذا هو الفارق. بيتم استقبال كابتن سيد عبد الحفيظ عادي جدا، وواحد من الاسماء الكبيره وسيظل دائما من الاسماء الكبيره اللي موجوده في النادي الاهلي. موضوع ثالث، حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وواحد من كباتن النادي التاريخيين. الحقيقة حسام دايما في كابتن حسام دايما في مرمى نيران الإشاعات، لأنه ما بيتكلمش ما بيردش، بتعلم كويس في مدرسة النادي الأهلي، عارف دوره كعضو مجلس إدارة وعارف دوره في ملف الكورة. والحقيقة حسام منذ انتخابه كابتن حسام منذ انتخابه مع المجلس الحالي لم يصدر عنه اي تصريح خارج الاطار الرسمي، ما بيعملش حوارات، ما بيطلعش في حته، لا بتاع تليفونات ومش بتاع الجو ده يعني، مش بتاعته كابتن حسام، مش هو بس، هو ومعظم اعضاء مجلس اداره او كل اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي لما بتلاقيهم طالعين بيبقوا طالعين باتفاقات معينه. لكن المفاجاه بالنسبه لي اني الاقي اللي بيروج عنه هذه الاشاعات واحد من زملاء ملعبه، والحقيقه دي حاجات تزعل. انا هنا برضو ما بغلطش في حد، ولا عمري بغلط في حد، ولا هغلط في حد. حسام غالي ولا بيرد ولا هيرد، وحسام غالي ما يعرفش ان انا هطلع اقول هذا الكلام، ولكن احنا عندنا فريق للمتابعه ايه اللي بيحصل وبيقول لنا ونتكلم في هذه الامور كلنا كفريق اعداد.
ولكن الرد دايما بيكون عملي وواضح من النادي الاهلي وكابتن حسام غالي. النهارده تحديدا كان ممثل النادي الاهلي في قرعه كاس العالم للانديه، قال لك اصله بيصالحه حسام غالي. مين اللي بيصالحه؟ هو كان زعلان من ايه؟ هي صوره كابتن حسام غالي وهو موجود في جنب بنزيما يعني. كل كابتن حسام غالي زيه زي اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي كلهم واجهه مشرفه. رساله بسيطه بقى للناس اللي بتعمل فقرات وامور مغلوطه على كابتن حسام غالي او على اي حد الحقيقه من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. وهنا انا عايز الموضوع يمشي في اطاره. لو كابتن حسام غالي زعلان من حاجه بيبان يا جماعه، ما كانش راح، ده تكليف من مجلس الاداره، كان قال لهم لا انا تعبان انا مش مسافر انا كذا انا كذا انا كذا. فلما يجي حد يطلع يتكلم يجب ان يكون هناك براهين لمثل هذه الامور. ما ينفعش اطلع اتكلم كلام مرسل وخلاص، ما ينفعش اطلع ارمي اي كلام وخلاص، ما ينفعش اطلع اقول اصل حسام غالي زعلان. طب ما هو فعلا ممكن يكون زعلان من حد من صحابه مثلا يعني. واللي يطلع بيتكلم المفروض ان هو عارف ان نظام النادي الاهلي وشكل النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي وسيستم العمل داخل النادي الاهلي ومجلس ادارته. والحقيقه وانا هنا هخش برضو في الموضوع مباشره، وضع امام عاشور في جمله مفيده دايما، هدفه معروف، هدفه معروف. انا فاكرين كهربا اول لما جه النادي الاهلي عملوا ايه؟ قال لك كل حاجه، يقول لك اصل مش عارف مين من اعضاء مجلس الاداره متخانق مع كهربا ومش عايز كهربا، ومين ساعتها برضو اول لما كهربا جه نفس السكريبت، والله ما فيش اي تغيير فيه. الذي تم هذه الفترة في هذا السكريبت لبعض من لا يشجع النادي الأهلي إن هم شالوا اسم كهربا وحطوا اسم إمام عاشور، أي حاجة بقى. لكن نفس الأخبار المضروبة ونفس الأخبار اللي إحنا ما نعرفش، مجهلة ليس لها مصدر حتى. فما ينفعش تبقى أنتوا اللي بتروجوا لمثل هذا الكلام، وما ينفعش أبدا يكون هو ده المحتوى الإعلامي اللي إحنا دايما بنتكلم فيه. هو وبيني وبينكم العيب على اللي بيكتب، العيب على اللي او العيب على اللي مش بيردد، او العيب على اللي بيكتب السكريبت، انا اسف، مش العيب على اللي بيردد. يعني مش مجرد واحد طالع يتكلم وخلاص، ولكن ده في سكريبت مكتوب، شلنا كهرباء حطينا امام عاشور. اتمنى ان الجميع يراجع نفسه، لانه احنا عارفين طبعا مين اللي بيكتب السكريبت، كلنا عارفينه. فلانه بصراحة الترند وضرب الأخبار جننوا الناس. وخلي بال حضراتكم، ولاد النادي الحقيقيين اللي زي كابتن حسام غالي مفيش خوف منهم ولا عليهم. مفيش خوف منهم ولا عليهم، لأنهم عارفين جدا لو هو زعلان ولا متضايق ومجلس الإدارة كلفه بحاجة كان قال أنا تعبان مثلا يعني. ولكن أعتقد إن موافقة كابتن حسام غالي على وجوده في هذه كان رد ورد عملي على كل ما يقال خلال الفترة السابقة على هذه الأمور. النقطة الثانية في حائط صد، حاجة غريبة جدا بالنسبة لي، واحد من لعيبة نادي الزمالك السابقين بيطالب قناة الأهلي إنها ما تتكلمش عن نادي الزمالك. حد يجيب لي اسم نادي الزمالك ذكر في شيء إلا يعني لو قلنا مثلا النادي الاهلي رقم واحد ونادي الزمالك رقم اثنين، الامور معينه بتحصل يعني، ما بنجيب سيره الزمالك بنجيب سيره ان هو واحد من كبار الانديه في مصر. ايه اللي يعني، هو حضرتك بتتفرج على قناه تانية؟ اكيد مش قناه النادي الاهلي. انا واحد من الناس اللي قاعد بتفرج على قناه الاهلي من الساعه 10 الصبح يعني لغايه لما بمشي. قناه الاهلي لا تتحدث الا عن النادي الاهلي واخباره واساطيره ورموزه وتاريخه المشرف وتاريخهم المشرف. لو اتكلمت زي ما قلت لكم عن اي نادي في اطار العلاقات الطيبه، وبالمناسبه هتشوفوا العلاقات الطيبه ما بين النادي الاهلي والانديه الاخرى خلال الفتره القادمه، مش الانديه الدوري الممتاز بس، انديه الدوري الممتاز وانديه دوري المحترفين هنعمل لهم برنامج مخصوص لهذه الامور وبتكليف من إدارة النادي الأهلي، عشان الناس تعرف أن الروح الرياضية والتقارب ده حاجة مهمة جدا.
لان النادي الاهلي هيفضل البيت الكبير لكره القدم المصريه. عمرنا ما بنتكلم او خلال الفتره الاخيره تحديدا عمرنا ما بنتكلم عن نادي الزمالك وعلى طول، مش الفتره الاخيره بس، الا بكل احترام وتقدير. طول ما احترام وتقدير من الجانب الاخر احنا كمان نفس الكلام، مش بس نادي الزمالك، بالعكس احنا كل الانديه علاقتنا بيها طيبه جدا جدا جدا، هي كانت اشخاص معينه. فاتمنى من دعاة التعصب انهم يتوقفوا عن بث سمومهم، يتقوا ربنا في الجماهير، اتقوا ربنا في جماهير، وقولوا كلمه حق على الرغم من ان انا عارف انها صعبه، انا عارف ان هي كلمة صعبة، كلمة الحق هي كلمة صعبة، ولكن أرجو حضراتكم إحنا داخلين على عالم جديد، على الجمهورية. كل يوم أقول هذا الكلام، على الجمهورية الجديدة، من فضل حضراتكم عايزين كل واحد يتكلم عن الحاجات اللطيفة البسيطة الخفيفة دي اللي كلنا بنستقبلها بشكل كويس، نعملها مفيش مشكلة، ولكن مش عايزين تعصب. ارحموا الجماهير، ارحموا الجماهير. ف حاجات يعني الواحد بيشوفها، انا اسف على النرفزه، ولكن حاجات الواحد بيشوفها مع ضغط الشغل مع الحاجه كلها، فالواحد بيبقى متنرفز من الكلام. الواحد نفسه يعني، انا مبسوط جدا بالكلام الجيد اللي جاي لي على حلقه امبارح، ومبسوط جدا بالكلام الحلو اللي جاي لي على حلقه كابتن ربيع ياسين، ومبسوط اكتر واكتر من دايما مبسوط الفتره اللي فاتت، لانه مجهود فريق الاعداد اللي بيعمله الحقيقه مجهود كبير جدا جدا علشان نظهر لحضراتكم بشكل اعلامي جيد وجدير باسم النادي الاهلي. ولكن للاسف الشديد بتيجي علينا امور، واحد يقول لك حسام غالي مره، وواحد تاني يقول لك كولر ضعيف، وواحد تالت يقول لك اصله مش عارف مين بيعمل ايه، وواحد رابع يقول لك كذا. فلازم نرد على مثل هذه الامور، خلينا نضع مثل هذه الامور على جنب، ونطير مباشره الى النمسا وزميلنا العزيز فاروق صلاح ونطمن منه. لابس الجاكيت يبقى الدنيا ساقعه ماشي، لكن المعدات نزلت وكل حاجه بقت كويسه وزي الفل الحمد لله. انا عارف ان انتوا جايين من رحله طويله من حوالي ساعتين او ساعه ونص من ملعب المباراه الوديه اللي اقيمت النهارده، فيعني الحمد لله على السلامه. طمني على الفريق بشكل عام، احنا اطمنا على الكابتن خطيب من الفيديوهات اللي حضرتك بعتها لنا، وبالتالي طمنا على الفريق بشكل عام وايه اللي حصل النهارده وكيف كانت تسير المباراه وايه اللي حصل اثناء المباراه. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اليوم تقدر تقول كانت ملحمه في حب الكابتن الخطيب، ملحمه في حب النادي الاهلي، ختام مهم جدا، ختام مميز جدا لمعسكر فريق النادي الاهلي. يا كابتن اسلام، النهارده المباراه الوديه الاخيره اللي بياخدها النادي الاهلي هنا في النمسا قبل العوده الى القاهره غدا بمشيئه الله. تقدر تقول تفاصيل كتير جدا في هذا اليوم، تفاصيل كتير جدا في هذه المباراه، لكن عايز اقف عند نقطة مهمة جدا يا كابتن اسلام، وانا سامع حضرتك بتستعرض كتير من النقاط. انا عايز نرجع باول لقاء، يعني كان اول لقاء لينا خلال تواجدنا في النمسا كان دايما من خلال حضرتك، واحنا بنتكلم على استعداد الفريق، واحنا بنتكلم على ظروف الفريق، واحنا بنتكلم على العناصر المميزة في الفريق او اللعيبة اللي انضمت حديثا في النادي الاهلي. النهارده رضا سليم زي ما قلت مرارا وتكرارا مع حضرتك، اعتقد هيكون واحد من اهم الصفقات في النادي الاهلي. النهارده بيقدم اوراق اعتماده لكل الجماهير اللي كانت موجوده في الملعب. امام عاشور اللي بالامس قلت لحضرتك انه واحد من اللعيبه اللي فكر واستراتيجيه مستر كولر بيطبق التكتيك على وجوده، النهارده امام عاشور بيلعب من شوط اللقاء الثاني بيخطف الاهات من كل الجماهير اللي موجوده، خلاص دخل في الاجواء امام عاشور، واحد من اللعيبه المميزه جدا. نرجع تاني للكلام اللي قلناه على طاهر محمد طاهر وحاله التوهج اللي عند طاهر محمد طاهر، قفشه ولمساته، قفشه واسيستاته، قفشه والاسيست الجميل اللي عمله الكهرباء النهارده في شوط اللقاء الاول، وادى مباراه في يعني في غايه الروعه من قفشه. رامي ربيعه والكابتن رامي ربيعه، كريم الدبيس العنصر من العناصر المهمه في الظهير الايسر. يعني انا عايز يعني استعرض مع حضرتك كده ان النادي الاهلي بدا المباراه بتشكيل مكون من مصطفى شوبير في حراسه المرمى، كان قدامه اثنين مساكين رامي ربيعه ومعتز محمد اللي بيقول عليه مستقبل للكره المصريه والنادي الاهلي.
في اليمين محمد فخري اللي بالامس قلت لحضرتك ان مستر كولر جربه في اكثر من مركز، مركز الظهير الايمن كان بيلعب النهارده ظهير ايمن، كريم الدبيس في مركز الظهير الايسر، منتصف الملعب كان طبعا كريم نيدفيد واحد من الاضافات المهمه جدا للنادي الاهلي بجواره محمد مجدي قفشه، قدامهم كان ثلاثي طاهر محمد طاهر وعبد القادر وحسين الشحات وقدامهم كهربا. طبعا الفريق السلوفيني كان تقدم بهدف في الدقيقة الأولى، ثم يعني ضربة جزاء للنادي الأهلي كانت على طريق الكابتن رامي ربيعة، يعني تصدى ليها الكهرباء وأهدرها بجوار القائم الأيمن لحارس المرمى، تألق من لعيب النادي الأهلي وسيطرة من لعيب النادي الأهلي في شوط اللقاء الأول، قدر النادي الأهلي يحرز هدف التعادل من باص وتمريرة جميلة جدا من قفشة في عمق دفاعات الفريق السلوفيني علشان يحرز كهربا هدف التعادل للنادي الاهلي. مع بدايه الشوط الثاني طبعا النادي الاهلي عمل مجموعه من التبديلات، كريستو ورضا سليم وامام عاشور وصلاح محسن واللاعب محمد زعلوك، احرز هدف الثاني للنادي الاهلي اللاعب زعلوك من كره عرضيه من خالد عبد الفتاح اللي يعني كنت موجود مع حضرتك بالامس يا كابتن اسلام واكدت لحضرتك جاهزيته وسلامته وطمنا كل الجماهير، ويعني اكيد هنقف عند النقطه دي يا كابتن اسلام. الناس اللي كانت بتقول لك في اصابات في النادي الاهلي، ادي خالد عبد الفتاح في ارض الملعب بيعمل اسيست جميل للاعب زعلوك. نقف عند زعلوك يا كابتن اسلام، لان يعني قلت لحضرتك في الايام الماضيه مستر كولر بيشتغل معاه من خلال مستر كارلوس على تطوير النواحي الهجوميه وتطوير انهاء الهجمه. النهارده كوره بالكربون من اللي كان بيتدرب عليها خلال الايام الماضيه اتلعبت على القائم الاول، بيسرق الدفاع ويضعها في الزاويه القريبه او الزاويه الضيقه لحارس المرمى، ثم طبعا رضا سليم بيعمل اسيست جميل وكره عرضيه بيقابلها صلاح محسن عشان يضع الهدف الثالث للنادي الاهلي. من فتره طويله يا كابتن اسلام ما قلناش ان الثلاث مهاجمين بتوع الاهلي اللي لعبوا في المباراه احرزوا اهداف، النهارده الثلاث اهداف عن طريق الثلاث مهاجمين كهربا زعلوك صلاح محسن. ده الكلام اللي اتكلمنا يعني من خلال حضرتك ان احنا دايما بننقل الصوره بمنتهى المصداقيه لكل الجماهير، مستر كولر بيشتغل على تطوير النواحي الهجوميه في النادي الاهلي، الاهلي بيجني الثمار. طبعا مش هنكبر الموضوع لان مباراه وديه، ولكن الجواب بيبان من عنوانه الشغل الفني اللي اشتغله مستر كولر النهاردة ثلاث أهداف بأسلوبه بشكل مختلف جدا. النهاردة كان في ملحمة بقى من الجماهير في استقبال الكابتن الخطيب، يعني الكابتن الخطيب يا كابتن إسلام اللعيبة بتسخن والجماهير موجودة في أرض الملعب، الجميع بيبص على الملعب. أول ما دخل الكابتن الخطيب المدرج العيون يعني المصريين عملوا ملحمه، ده في طوبه لكابتن اسلام وسطلانه، يعني عايز اقول لك ان سطلانه وصلت النمسا يعني شفنا احتفالات الجماهير اول ما دخل الكابتن الخطيب، كل العيون طلعت من الملعب اتجهت على المدرج تتابع الكابتن الخطيب تطمن على الكابتن الخطيب. طبعا في وجود المعالي السفير محمد الملا سفير جمهوريه مصر العربيه لدى النمسا، ويعني طاقم السفاره المصريه اللي كانوا حريصين طبعا على التواجد مع الكابتن محمود الخطيب، حاله الحب اللي شفناها من الجماهير يعني عايز اقول لك الجماهير قالت لي وحشنا النادي الاهلي، واحنا كان وحشنا النادي الاهلي يا كابتن اسلام، واعتقد الجماهير في مصر وحشها النادي الاهلي، لكن كان ختام مهم جدا، ختام مميز. طبعا يعني بطمنك على حاله الفريق، حاله اللاعبين، اعتقد كانت بروفه قويه جدا للنادي الاهلي، مكاسب متعدده من المعسكر، مكاسب متعدده من المباراه، اعتقد ان شاء الله هتكون اضافات ومردودها للنادي الاهلي هذا الموسم يا كابتن اسلام. ما بيفرقش معايا كتير مستوى الفريق الاخر، ولكن يعني الفريق الاخر يعني شبه مين عندنا هنا كده برضو، علشان يعني انا شخصيا في المباريات التجريبيه ما يفرقش معايا لانه دي اول مباراه تجريبيه وبالتالي، لكن برضو الواحد عايز يعرف، جمهور الاهلي عايز يعرف احنا كنا بنلعب مستوى ايه، ولا بي ولا سي ولا مستوى جيد. لا تقدر تقول يا كابتن اسلام انت لا مستوى جيد جدا، يعني فرقه من الفرق اللي مثلا بتتكلم في الفرق المربع الذهبي، يعني فرقه لو هتقرب مستواها مثلا من فرق هنا في الدوري المصري، يعني انت بتتكلم على فرقه زي بيراميدز، فرقه زي سيراميكا، فرقه زي النادي الاتحاد،
بالظبط يا كابتن اسلام. وفرقه ايضا لا يعني ليها جمهور هنا، يعني جمهور في سلوفينيا وفي النمسا كانوا جايين يتابعوا. فرقه عندها عناصر مهمه جدا وعندها امر مهم جدا، عندهم متوسط اعمار اللاعبين، يعني شايفين عندهم عناصر مميزه جدا في الفريق. راس الحرب اللي احرز الهدف واحد من اللعيبه المهمه جدا، لاعب برايام ده واحد من اللعيبه المميزه جدا، ولاعب صغير السن، بتتكلم في لاعب 23 سنه او 24 سنه، واحد من اللعيبه المميزه. عندهم عناصر طبعا، عندهم لعيبه محترفين، لكن فريق قوي جدا. بروفا كانت قويه جدا، يعني انت بتتكلم في مباراه وديه يا كابتن اسلام، مش بتتكلم في مباراه كانت وان سايد جيم من اتجاه واحد، لا فرقه وصلت لمرمى النادي الاهلي اكثر من مره. مصطفى شوبير تالق النهارده في اكثر من كوره، كابتن رامي ربيعه ومعتز محمد النهارده قدوا مباراه كبيره في الجانب الدفاعي. النادي الاهلي وصل للمرمى كتير، اهدر فرص في شوط اللقاء الاول، لكن الفعاليه الهجوميه كانت في شوط اللقاء الثاني افضل. يعني تقدر تقول التنويع الهجومي في الشوط الثاني كان افضل. مستر كولر قدر يريح بعض اللاعبين، يدفع ببعض اللاعبين، يغير في مراكز بعض اللاعبين. يعني اللاعب رضا سليم بدا جناح ايسر، بعد كده غيره للجناح الايمن، بعد نزل كريستو. فاعتقد يعني امور يعني التجربه، اعتقد تجربه قويه جدا، كانت فرقه قويه جدا. يعني لا يعني المباراه خدت كمان الطابع الرسمي بالنسبه لمستر كولر في اليوم نفسه، يعني التحضير للمباراه، فتره الاكتيفيشن اللي بتبقى قبل في البدايه. خلاص انت بتقترب برضه، خلي بالك من مباراه السوبر. بالظبط يا كابتن اسلام، وعقد النهارده محاضره مع اللاعبين قبل التوجه الى ملعب المباراه. انت بتتكلم في ان مستر كولر مدي المباراه الطابع الرسمي، الشكل الرسمي للمباراه بالكامل، جلساته مع اللاعبين، تحضيره للاعبين، كلامه للاعبين ما بين الشوطين. الجمهور النهارده يا كابتن اسلام كان عامل ملحمه، جمهور الاهلي بجد في النمسا، الجاليه المصريه والجاليه العربيه، يعني في جماهير من تونس، الجاليه التونسيه كانت موجوده النهارده على الرغم من عدم وجود علي معلول، ولكن لتشجيع كريستو، واحد من ابناء طبعا تونس، كان النهارده الجماهير التونسيه موجوده عشان تشجع النادي الاهلي. في ناس يعني عايز اقول لك ناس من الانديه الثانيه، يعني من نادي الزمالك، جماهير من نادي الزمالك جايين يشجعوا النادي الاهلي. قال لك النادي الاهلي فخر، مش الفخر، النادي الاهلي مش بتاع الاهلاويه بس، النادي الاهلي بتاع مصر، النادي الاهلي هو فخر لمصر كلنا، احنا بندور على ريحه مصر في النادي الاهلي. فاعتقد يعني الملحمه اللي اترسمت النهارده من الجاليه المصريه والعربيه اللي في كل مكان تروح هتلاقيهم موجودين، عملوا ملحمه خرجت بالشكل اللي يليق بالكره المصريه، يليق باسم وقيمه النادي الاهلي. طيب ده كان النهارده، واليوم اعتقد كده انتهى، لانه مشوار طويل ورجوع وذهاب ومباراه و90 دقيقه وكذا وكذا، واعتقد دلوقتي هيكون العشاء، وبعد العشاء نوم. ايه اللي هيحصل؟ يعني بالفعل في الاثناء، في هذه الاثناء كابتن اسلام، كان يعني اللعيبه بتتناول وجبه العشاء، بعد وجبه العشاء هتبقى في جلسه كده للمستر كولر مع افراد الجهاز الفني. طبعا الكابتن الخطيب كان مبسوط من اللاعبين، وطبعا الكابتن الخطيب موجود معانا النهارده، طبعا هيغادر ان شاء الله غدا الى فرنسا ان شاء الله، هيغادر بمشيئه الله غدا بمشيئه الله يا كابتن اسلام ان شاء الله، يعني هتتجه من مقر الاقامه الى مطار فيينا، ومن ثم طبعا السفر الى فرنسا لاستكمال البرنامج العلاج للكابتن الخطيب اللي نتمنى له طبعا كل السلامه. حاله الحب اللي يعني باكد عليها، اللي شفتها من الجمهور، شفناها في عيون الجماهير، بأكد عليها تاني وبقولها مرة واثنين وثلاثة، الحب ده نعمة من ربنا، محبة الناس كنز كبير جدا، ربنا ما بيدوش لأي حد. كابتن الخطيب ربنا وهبه وحباه حب الجماهير. في أطفال صغيرين يا كابتن ما اتفرجتش على الكابتن الخطيب، يعني في أطفال صغيرين ما اتفرجتش، لكن تلاقي أطفال صغيرين جايين يتصور مع الكابتن الخطيب. يعني أعتقد النعمة دي نعمة كبيرة جدا. اللاعبين طبعا زي ما قلت لحضرتك بتناول وجبة العشاء، هيكون في طبعا جلسة المستر كولر مع أفراد الجهاز الفني غدا إن شاء الله، يبقى في تمرين كده صباحي، الاستشفاء خفيف للاعبين، ثم طبعا هيكون التحرك ومغادرة مقر الإقامة والتوجه إلى مطار فيينا إن شاء الله. يعني هتكون التحرك من هنا في تمام الساعة 12 ونصف ظهرا، وإن شاء الله يعني التحرك إلى مطار فيينا لا يستغرق من ساعة ونص لساعتين طبعا، واستقلال الطائرة إن شاء الله هيكون، والعودة إلى القاهرة، الاستقلال الطائرة هيكون الساعة 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهرة إن شاء الله. رحلة الطيران هتستغرق 3 ساعات ونصف، يكون الوصول إن شاء الله لمطار
القاهرة والعودة إلى القاهرة في تمام الساعة 9:30، يعني ده برنامج الفريق غدا بمشيئة الله. لكن يعني أنا تاني بأكد مع حضرتك على الأجواء النموذجية والأجواء في المعسكر يا كابتن إسلام، من أول يوم لحد النهاردة احنا بنرصد كل التفاصيل، بنوضح كل الأمور من خلال بنعيش جمهور النادي الاهلي في الاحداث هنا في النمسا. احنا يعني بيني وبينك يا كابتن احنا مش عايزين نمشي ونسيب الاجواء هنا في النمسا، الجو ممتع جدا، الاجواء، الظروف. اعتقد المعسكر يعني اتى ثماره بكل ما تعيها الكلمه من كل ما بنقولها. العناصر الشابه اللي ظهرت النهارده كريم الدبيس ومعتز محمد، اعتقد معتز محمد طيب. النهارده مستر كولر بيدفع بيه من بدايه اللقاء بأدي 90 دقيقه، اعتقد مكسب كبير جدا ل يعني اللعيبه الناشئين اللي صعدت من قطاع الناشئين في النادي الاهلي. يعني انتم معانا ان شاء الله بكره في تغطيه اخرى، ولكن في النهايه هي في نهايه هذا المعسكر، هو معسكر رائع جدا. كل التوفيق للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بشكرك جدا يا فاروق انت وزملائنا اللي موجودين هناك على هذه التغطيه الدائمه الحقيقه والرائعه خلال هذه الفتره. ومن النمسا الى انجلترا، اولى مفاجاتنا النهارده في من خلال حلقتنا في البيت الكبير النهارده، وواحد من اساطير مانشستر يونايتد وواحد من ابرز المدربين في تاريخ الدوري الانجليزي الممتاز، معانا من انجلترا عبر زوم ستيف بروس. خليني ارحب بيه طبعا على شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا جزيلا على استضافتي. انا اتمنى ان يكون الجميع بخير. لك مسيرة طويلة مع الأندية الإنجليزية، ولكن تظل تجربتك مع نادي هال سيتي واحدة من أفضل التجارب في تاريخ الدوري الإنجليزي، وبالتأهل مرتين للبريميوم ليج والوصول لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والمشاركة لمرة واحدة في تاريخ النادي ببطولة اليوروبا ليج. كلمني عن ذكرياتك مع هذه التجربة، ثم التعاقد مع ثلاث لاعبين مصريين منهم جدو وأحمد فتحي بخلاف أحمد المحمدي طبعا. حسنا، بالطبع ابدا باحمد المحمدي، هو لاعب خاص مميز بالنسبه لي. انا تعاملت مع لاعبين مصريين، ولكني لم اتعامل مع مثل هؤلاء اللاعبين الذين ذكرت. لا اعرف لماذا لا يوجد الكثير من اللاعبين المصريين في انجلترا، ولكن على مدى 3 سنوات تعاملت معهم في النادي وجدت التزاما، وأود أن أرى المزيد من اللاعبين المصريين، ولكن خصوصا أحمد المحمدي هو تغلب على كثير من الصعاب خصوصا في ساندرلاند، وبعد ذلك أخذته معي مرة أخرى. هو شارك معي في ساندرلاند وشارك معي مع هول سيتي، والآن هو السفير لنادي أستون فيلا. فبالتالي أستطيع أن أقول خلال 10 سنوات كان أفضل لاعب مصري تعاملت معه، وأيضا تعاملت مع أحمد فتحي. وسامحني إذا كانت عربيتي، لغتي العربية ليست بنفس القوة، ولكن خصوصا محمد ناجي جدو كان مهاجما جيدا جدا على مستوى كرة القدم وعلى المستوى الشخصي أيضا. فبالتالي 3 لاعبين ساعدوني أن أتأهل للدوري الإنجليزي، فبالتالي كانت مسيرة رائعة بمصاحبتهم. في وقت التعاقد مع جدو وفتحي لهال سيتي قلت انك واثق من نجاحهم لانهم قادمين من النادي الاهلي اللي وصفته في ذلك الوقت بمانشستر يونايتد افريقيا. كيف ترى النادي الاهلي وتأهله لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي؟ هذا كان منذ زمن بعيد. أنا بالفعل كنت أشاهد كرة القدم المصرية، وبالتالي لا يمكنك أن تتخطى الأهلي، فالأهلي هو الأبرز في مصر. بالطبع فتحي وجدو كان مميزين، ولكن الأهلي بالطبع هو كان بالنسبة لي مانشستر يونايتد مصر. لديه الشعبية الأكبر في مصر وأفريقيا، هو أشهر نادي في أفريقيا على مستوى العالم. أعتقد أن الأهلي لديه أكبر عدد من المشجعين في أفريقيا وليس في مصر فقط.
لديه الآن 11 بطولة إفريقية على مستوى دوري الأبطال. في رأيي هو النادي الأبرز في مصر وإفريقيا. دكتور عاصم علام اللي توفى السنة اللي فاتت ومالك نادي هال سيتي الحقيقة وواحد من عشاق النادي الأهلي عاصم علام كان محب كبير للنادي الأهلي وكان دائم الزيارة للنادي الأهلي، تقول إيه برضو يعني في ظل إحنا بنتكلم عن هذا الرجل الكبير والعظيم؟ حسنا، هو كان هو من أحضرني إلى هال سيتي. أعتقد أنه عمل بجد مع النادي وكان مخلصا. السيد علام كان إنسانا مخلصا جدا. هو لم يذهب إلى مصر كثيرا ولكنه كان محبا كثيرا للكرة المصرية وكرة النادي الأهلي بالخصوص. السبب الذي أحضرني إلى هال سيتي كان هو صراحة السيد علام. قال لي ستيف أنا أريدك أن تقود الفريق، الأمر ليس فقط يتعلق بكرة القدم ولكن يجب أن أخبرك أنا أود أن أراك تدير النادي معي أو أنا أدعمك طوال الوقت ليس فقط على المستوى المادي ولكنك مسؤولا أمامي عن كل أمر إداري خاص بالفريق. هذا كان بالنسبة لي كالموسيقى على مسامعي. أنا كنت سعيدا جدا لإدارة الأمور ببساطة وبهدوء. بالفعل استطعنا أن نتأهل مرتين واستطعنا أن نصل إلى نهائي كأس الاتحاد. دكتور علام بعد وقت طويل من قيادة الأندية الإنجليزية قد فارق الحياة وهذا أمر محزن بالنسبة لي. طيب خلينا نروح مع حضرتك لموضوع مهم جدا. موضوع اولا ايه رايك باللي بيحصل في الكره السعوديه وانتقال عدد كبير من النجوم العالميين الى الكره السعوديه ده اولا. ثانيا هل تعتقد ان محمد صلاح وليفربول هيكمل في ليفربول ولا سينتقل الى السعوديه؟ حسنا، الأمر أصبح ذو وتيرة سريعة جدا أن نرى ما يحدث في السعودية. كميات ضخمة من الأموال تنفق على الكرة هناك، يحاولون بشكل جدي أن يظهروا الكرة السعودية في مصاف الدول الكبرى، وهذا قد دفعهم إلى تعاقدات كبيرة. هو الأكبر الآن هو منافستهم على توقيع محمد صلاح، وهذا تساؤل كبير، هل سيترك ليفربول محمد صلاح ويستسلم للأموال السعودية في لاعب عمره 31 عاما؟ لا أستطيع أن أقول أن ليفربول لن يستطيع أن يقاوم الأموال، ولكن ما يحدث الآن في السعودية هو أمر فريد من نوعه. أستطيع أن أقول أن غالبية لاعبي العالم يريدون أن ينتقلوا إلى هناك. الأمر أصبح سريعا، أنا متحمس كثيرا لأرى ماذا سيحدث خلال موسم الانتقالات الحالي. أيضا إذا كنا نتكلم عن طفرة فطفرة في نيوكاسل اللي حضرتك كنت أحد رموزه، طفرة كبيرة جدا الحقيقة، وأنا عرفت أن أنت كنت من الناس اللي رشحت إيدي هاو لتولي المسؤولية من بعدك يعني. حسنا، الآن أنا سعيد لأرى نيوكاسل. أنا من مدينة نيوكاسل، حينما أرى كم الأموال التي تصرف هناك بشكل سليم للمنافسة على أندية للتواجد في أندية القمة في إنجلترا، فبالتالي هذا يعتمد أساسيا على كمية المال التي تصرف. كما نرى الآن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأرسنال ينفقون الكثير من الأموال على صفقاتهم، فبالتالي نيوكاسل الآن في مرحلة مختلفة تحت القيادة السعودية صندوق الاستثمار. فأعتقد أن جمهور نيوكاسل سعيد بالتغير الذي حدث. أستطيع أن أقول أن الفريق في حالة أفضل الآن تحت قيادة إيدي هاو. أستطيع أن أقول أن التوقعات الخاصة بجمهور نيوكاسل مختلفة الآن، يريدون الوصول لنقطة أبعد في الشامبيونز ليج، يريدون أن يصل لنقطة أبعد في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ولكن خصوصا في دوري الأبطال يريدون أن ينافسوا على دوري الأبطال. هل سيتراجع ستيف بروس عن الاعتزال خصوصا في ظل اهتمام أندية كبرى داخل وخارج إنجلترا بالتعاقد معه؟
حسن هو ستيف بروس يريد أن يعود بالطبع، ولكن بعد أول اعتزال أو بعد اعتزالي بعد 46 عام في الملاعب، أستطيع أن أقول أن النهاية قد اقتربت وقد قررت أن أتخذ هذا القرار، ولكن ربما أعود، من يعرف، داخل إنجلترا أو خارج إنجلترا، الأمر معلق. نعم، أود أن أعود للعمل، ولكن لنرى ماذا سيحدث خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة. ربما يوما ما أتواجد في مصر، من يعرف. يعني لو جالك عرض في مصر خلال الفترة اللي جاية، هل من الممكن أن توافق عليه؟ في مصر بقى، مش في السعودية. نعم، إذا كنت ستكون وكيل أعمالي، لما لا؟ أنا أود ذلك، ولكن من يعرف، فكرة القدم جيدة جدا في مصر. لا أريد أن أغلق الباب أمام أي عرض أو أي فرصة في مصر، في أي مكان في العالم، في أوروبا، خارج أوروبا، من يعرف. أريد أن أترك الباب مواربا لأي نادي، لنرى. أنا بشكرك جدا ستيف بروس على وجودك معانا النهاردة، وعلى كل هذه الآراء اللي حضرتك شرفتنا بيها. شكرا جزيلا ستيف بروس، زوم معانا من إنجلترا، الحقيقة أسطورة مانشستر يونايتد والمدير الفني السابق لنادي نيوكاسل. والحقيقة برضو زميلنا أحمد شهاب اجتهد جدا في ترتيب هذا الحوار مع ستيف بروس وتواجده معانا النهاردة. الحقيقة واحد من الشخصيات اللطيفة جدا والكبيرة جدا في إنجلترا. طيب، قبل بس ما أقدم تقرير الأخبار، وعايز أتكلم مع حضراتكم في حاجة مهمة جدا. النادي الأهلي عندما يتعاقد مع مهاجم، مع مدافع، مع خط وسط، بيتم الإعلان عنه من خلال حاجتين: صفحة النادي الأهلي وقناة النادي الأهلي. أي حاجة تانية محدش يبص لها. أنا شخصيا وكل العاملين في قناة النادي الأهلي ما نعرفش هل النادي الأهلي سيتعاقد مع لاعبين جدد ولا لن يتعاقد مع لاعبين جدد. هذا الأمر موجود ولكن أو معروف وسط عدد قليل جدا من الأسماء اللي حضراتكم عارفينها، هي بس اللي ممكن تتفاوض إذا كان هناك تفكير في لاعبين جدد، وبالطبع هي لا تتفاوض إذا لم يكن هناك تفكير في لاعبين جدد. ولكن الأساس إن هل سيكون هناك لاعبين جدد ولا لأ، محدش يقدر يقول لحضرتك آه ولا لأ. إذا قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية وإغلاق الباب فترة الانتقالات الصيفية، إذا كان هناك أو إذا تعاقد النادي الأهلي مع أي لاعب في أي مكان، مدافع، مهاجم، رأس حربة، وسط ملعب، باك يمين، باك شمال، هاف يمين، هاف شمال، أي حاجة، هيتم الإعلان عنه. ولكن إذا لم يتعاقد لن يتم الإعلان، لأنه لم يتعاقد النادي الأهلي مع أي شيء. مهم جدا جدا النقطة دي، وكل سنة أقول لحضراتكم نفس الكلام، إن يا جماعة النادي الأهلي عنده منصات، عنده طرق. إحنا ممكن يكون عارفين إن في ترتيبات معينة لشيء ما نقدرش نتكلم فيها، ممكن نكون عارفين أن هناك تفاوض في شيء، ولكن لا أحد يستطيع أن يتكلم في هذه الأمور، لأن إحنا قناة النادي الأهلي، الحاجة الصح هتاخدها مننا. عشان كده أنا بقول لحضراتكم خلينا دايما متذكرين مثل هذه الأمور، خلينا دايما شايفين أن النادي الأهلي عندما يريد أن يتعاقد مع أحد سيتم الإعلان. هل في تفاوض ولا ما فيش تفاوض؟ خلينا نشوف الأيام اللي جاية هتقول لنا ايه، من خلال ممكن بكره، ممكن بعده، الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده، لسه قدامنا لغايه يوم، اعتقد يوم 13/9 او 14/9 اذا كان صح يا جماعه قولوا لي بس بعد اذنكم، فاعتقد يوم 13 او 14/9 لسه. ف لو لغايه اليوم اللي هيتقفل فيه لم يتم التعاقد، يبقى خلاص مفيش تعاقد. ولكن اذا تم تعاقد هنعلن لحضراتكم مباشرة أن هناك تعاقد جديد للنادي الأهلي في حالة التعاقد أو التفكير في التعاقد. أنا بس حبيت أقول لحضراتكم الموضوع ده لأنه موضوع مهم جدا جدا جدا. زي ما قلت لحضراتكم، عندي فقرتنا الثانية النهاردة هيكون معايا النجم الكبير كابتن عادل مصطفى. عادل مصطفى من اللاعبين الكبار
ومن المدربين اللي لهم فكر، يعني اشتغل مع مدربين كتير الحقيقة، واشتغل يعني في أندية غير النادي الأهلي كمان. كل الناس الحقيقة بتشيد بعادل مصطفى وبمستوى عادل مصطفى. النهاردة هنتكلم في أمور فنية كثيرة جدا وكل هذه الأمور، ولكن هنطلع نشوف كالعادة تقرير عن الأخبار العالمية والمحلية من خلال 14 سبتمبر القائمة الثانية. لغاية 14 سبتمبر هننتظر ونشوف إيه اللي هيحصل. هنطلع نشوف تقرير عن آخر الأخبار المحلية والدولية، ونطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل نجمنا الكبير كابتن عادل مصطفى في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن عادل مصطفى. ازيك يا عدول؟ كابتن سلام، صباح الخير يا حبيبي. الحمد لله، عامل ايه؟ كله زي الفل، كله كويس، كله تمام. لسه كنا بنتكلم انا وعادل عن امور كثيره جدا هنتكلم فيها مع حضراتكم، ولكن نطلع وكالعاده نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى عدول. يعني واسمح لي طبعا اقول لك عدول يعني لان انت اخويا الصغير يعني. لا حبيبي، انت اخويا الكبير واتشرف بيك حبيبي. عادل الفترة اللي فاتت كان عادل مصطفى ومدير لقطاع الناشئين في نادي فيوتشر، قبلها الحقيقة تجارب قوية كثيرة جدا زي ما شفنا. ايه الأخبار، الدنيا عاملة زي ايه دلوقتي؟ الفترة اللي فاتت كنت انا رئيس قطاع الناشئين في فيوتشر لمدة سنة، وكان عندي اتفاق مع الناس ان انا اجي لمدة سنة، وكان الفترة دي كنت شايفها فترة انتقالية ليا، لان انا كنت اشتغلت، بدأت في الناشئين كمدرب، بعد كده مدرب مساعد، بعد كده مدرب عام، بعد كده جات لي الفرصه دي. انا كنت داخل فيوتشر بشكل، ولكن انا كنت حاسس كنت هدخل مع الجهاز الفني، ولكن انا كنت شايف ان انا ما ينفعش ادخل في وسط الموسم. فجات لي قطاع الناشئين وقالوا لي نكمل بقيه السنه، وقلت لهم انا لمده سنه بس، وبعد كده هبدا اخد خطوتي اللي جايه ان انا ابقى مدير فني على حسب بقى المكان اللي هبقى موجود فيه. ولكن هي كنت واخدها فتره انتقاليه ليا، كنت بتعلم فيها كويس، اخدت فيها الرخصه الافريقيه، وخدت فيها كم خبرات كويسه جدا، خبرات اداريه، لان انت كمان في مصر لازم عشان تشتغل مدير فني كويس او تشتغل في تدريب لازم يكون عندك الجانب الاداري ده جاي، عندك خبره فيه كويسه صحيح، عشان تعرف تتعامل، لان انت برضو مش طول الوقت بتتعامل في انديه فيها مدير كوره او حد مساند ليك قوي. هتلاقيه في انديه قليله جدا، الاهلي كان فريق في الدوري، ولكن بقيه الانديه بتبقى انت محتاج شويه تبقى انت على علم وعلى دراية كافية بالجانب الإداري عشان تعرف بعد كده تعرف تتعامل بشكل كويس. تجربة أعتقد أنها تجربة جيدة جدا في فيوتشر، ولكن هل تنتظر أن تكون مدير فني لو جالك حاجة كمدرب مساعد؟ سمعنا أن بعض الأخبار على منتخبات ناشئين، منتخبات شباب. والله أنا كنت من فترة يعني من كام أسبوع كده كان جالي عرض من أندية من كذا نادي في الدوري محترفين، ولكن انا كنت شايف ان الفرصه مش هتبقى مناسبه قوي. انا برضو عايز ابدا بدايه يعني مش هقول مريحه، ولكن تكون اقدر اشتغل فيها بشكل كويس، تكون فيها استقرار. التوفيق من عدم، وده بتاع ربنا، ممكن تبقى معاك كل الامكانيات الكويسه ولكن ما تبقاش موفق، بس يبقى عندك على الاقل اساسيات او الحد الادنى من ان انت تقدر تشتغل فيه وان انت تقدر تحقق نجاحاتك. جات لي فرق وكنت ماشي معاهم بشكل اتجاه كويس جدا، ان انا خلاص يعني بنخلص وبنمضي عقود، ولكن في اخر وقت انا اعتذرت في دوري المحترفين. في المحترفين انا كنت جاي، كنت يعني اسوان كنا بنخلص الدنيا خالص، ولكن حسيت ان هم كانوا متاخرين شويه في ان هم يبيعوا لعيبه وان هم يجيبوا لعيبه والكلام ده، فانا اعتذرت لهم في اخر وقت، وبشكرهم طبعا على ثقتهم ان هم يعني فكروا فيا، ودي حاجه كويسه، واسوان مكان محترم جدا. والفتره الجايه موجود اسمي مرشح من ضمن الناس الكتير المحترمين اللي ممكن يبقوا موجودين في المنتخبات، اذا كان 2005 7 8 9. اعتقد العمل في المنتخبات برضو مختلف عن العمل في الانديه بشكل كبير، خصوصا طبعاً المنتخبات الصغيره. انا عندي الحمد لله درايه كويسه بالسن، وكمان شغلي كمان في القطاع الناشئين في فيوتشر كنت ملم بكل الاعمار، فده شويه اداني خبرات في الحته دي، ودي حاجه كويسه برضو، لان انت لما بتيجي تشتغل طول وقت فريق اول وترجع تشتغل مع الاعمار الصغيره، فانت برضو بيديك خبرات ان الفرقه اللي تحت الدرجه الاولى دي بتبقى عارف اللعيبه كويس، لو رحت مسكت فرقه في دوري ممتاز او مسكت فرقه في ممتاز بيه او حاجه، انت عارف اللعيبه اللي موجوده وشفت اللعيبه قدامك كتير،
فدي بتديك فرصه برضو انك تشوف اللعيبه كويس. اه فانت يعني عندك ما عندكش مشكله ان انت لا عندي مشكله اشتغل، انا بحب الشغل جدا وما عندي. انا يعني في بدايه شغلي رحت سافرت بره مصر، سافرت العراق في وقت كان ما كانش الدنيا كانت احسن حاجه، اشتغلت مع كابتن يوسف. بدايتي كانت في 9 سنين في نادي الاهلي وكنت ماسك مدير فرع اكاديميه، فما عنديش مشكله في الشغل. بص اللي عايز ينجح بيحاول يدور على اي حاجه ينجح بيها، والاهم حاجه يكون معاه ادوات كويسه ويكون واثق في نفسه ويكون معاه تيم كويس يقدر ينجحه. فانا ما عنديش مشكله ان انا ابدا فين، المشكله انك اهم حاجه انك تبدا ازاي. البدايه فين؟ ممكن تبدا في نادي كبير جدا، في مدربين بداوا في انديه كبيره لحد التوفيق بالظبط وما اشتغل ما كملوش، وفي انديه بداوا من تحت وما كانوش حد ما كانش متوقع لهم قوي، فهو التوفيق كان معاهم والدنيا مشت. انك تختار المكان اللي تشتغل فيه شويه مش بالسهوله اللي انت متخيلها، ولكن هو طبعا. في الاول وفي الاخر هو التوفيق بتاع ربنا، ولكن انت بتسعى بتعمل اللي عليك، تاخد المعطيات كلها اللي معاك، تعرف تختار كويس ودي مهمه، نقطه مهمه جدا، تعرف تختار المكان اللي هتشتغل فيه، تعرف تختار الناس اللي هتشتغل معاها، لان الناس اللي هتشتغل معاها دي ما ينفعش يبقى انتوا ناس ضد بعض، لازم دايما يبقى ناس ده مهم قوي، ده دي اهم حاجه، اهم حاجه قوي، لانه الواحد بيشوف يعني مش انا لكن عموما يعني الواحد بيشوف ان الشغل طول ما انت بتشتغل مع ناس ضدك او ناس مش عايزاك او ناس كذا تبقى الامور صعبه جدا، او حتى لو عايزاك بس مش بطريقتك، بس مش بطريقتك. برافو عليك، برافو عليك. هو دي الخلاصه، هو ما فيش حد هيجيب حد يبقى ضده، لكن هو شايف ان هي دي طريقته المناسبه. طب لو انت شايف ان دي طريقتك المناسبه انت جايب الناس دي ليه؟ جايب الراجل ده ليه؟ ده كويس جدا. ولكن خلي بالك ده من الاول خطا، لانه انا جايب عادل مصطفى، ما انا عارف طريقه عادل مصطفى، ما انا جايب عادل مصطفى ليه بالظبط، فما ينفعش اشغل عادل مصطفى بطريقتي، ممكن نتواصل في النص لطريقه في المنتصف ونشتغل بيها، لكن والنادي الاهلي، النادي الاهلي اللي بيديره لعيب الكوره على مر العصور، اللي بيدير النادي الاهلي لعيب الكوره، ولعيب الكوره ناس ليجند يعني ناس اساطير، عمرهم ما تدخلوا فمع مدير فني في حاجه، ودول الاولى ان هم يتدخلوا. يعني لما تيجي مش يعني بكل الاسماء، يعني لما اجيب كل الاسماء من اول ما النادي الاهلي رؤساء الانديه او مديرين الكوره او اي حاجه، هتلاقي ان انت وانت بتلعب وانا بلعب والجيل اللي بعدي واللي قبلي واللي من 20 سنه واللي من 40 سنه واللي 50 سنه، مفيش حد كان بيتدخل. صح، ودول الاولى ان هم يتدخلوا. دايما بشوف ان الاولى انه يتدخل لو انت عايز تتدخل، واحد لعيب كوره، واحد عنده سي في كويس، عنده شخصيه كويسه، لان مش كل الناس اللي لعبت وعندها سي في كويس هم شخصيات كويسه في الكوره. بمعنى مش شخصيات كويسه ان هم كشخص كبرسوناليتي يعني، لا، كان هو يقدر يدير يبقى مدير كويس. مش كل الناس اللي كانت نجوم كبار اشتغلوا، بدليل ان كل جيل ممكن تلاقي فيه واحد او اتنين هم اللي بيعرفوا يشتغلوا كويس او هم متالقين في شغلهم، ولكن وبقيه الجيل كان عندهم صيت كويس وعندهم نجوميه في اللعب، لكن ما عندوش نجوميه ما بعد اللعب. بس يعني خلينا نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي هذا الموسم بدا انا بشوف راحه جيده، 3 أسابيع راحة جيدة جدا، ثم بداية فترة إعداد يومين هنا، ثم سفر إلى النمسا بنهاية اليوم النهاردة مباراة ودية مع فريق جيد الحقيقة، بكرة يرجعوا بالسلامة. شايف البداية بعد الأجازة إزاي من وجهة نظرك، وغياب 10 لاعبين عن المباراة الودية، ولا المدربين بينظروا لأمور أخرى في مثل هذه المباريات؟ بص النادي الاهلي كان بقاله فتره طويله قوي ما اخدش الـ 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 الوقت ده، ما اخدش الوقت الكافي انه يريح لعيبته ويبدا من فتره من اول وجديد. ويمكن الموسم اللي فات اللي فرق فيه قوي هي الراحه اللي اتاخدت في اول في بدايه الموسم، اللي هي في اخر الموسم اللي قبل اللي فات، اللي فات القرار بتاع الكابتن القرار كله ان احنا في لعيبه هتقعد خلاص. ده كان احسن قرار، لان انت كانت اللعيبه قبلها كانت لعيبه مستهلكه. صحيح، اللعيبه مستهلكه واللعيبه محروقه بدنيا. صح، ولعيبه يعني ايه ما بتاخدش الشغل الكافي ان يخليها واقفه على رجليها. مزبوط. كانت بعيد اللي كان اجازات ال 18 يوم وال 20 يوم وال 8 ايام، وكانت الاجازات كلها شبه بعض. يعني اللعيبه كلها، اللعيب اللي بيلعب كتير، يعني لعيبه المنتخب اللي بتلعب 120 دقيقه كانت بتاخد راحه 12 يوم، واللعيب اللي ما بيلعبش خالص كان بياخد راحه 12 يوم. اوكي، فالاثنين ما ينفعش. ده ما ينفعش، ده ما ينفعش وده ما ينفعش. أوكي. فانت بالتالي وصلت لغايه لنهايه الموسم انت كان عندك لعيبه بدنيا استهلكت ولعيبه تانية بدنيا مش واقفه على رجليها. الوقفه بتاعه انك تبدا تريح الناس اللي كانت مستهلكه وتبدا تلعب الناس التانية دي كانت نقله كويسه جدا، ودي اللي فرقت مع الاهلي السيزون اللي فات كامل. النهارده احنا بقالنا كتير قوي
ما رحناش معسكر وعملنا ماتشات، ما كانش عندك رفاهيه الوقت دي من اعتقد من ما قبل كورونا، يعني ما قبل 2020. يعني ما اخدناش صعبة. معسكر كامل انك تبقى مريح وترجع تشتغل اللي هو الطبيعي اللي احنا عارفينه. طبعا هو الوقت مختلف طبعا, طبعًا. يعني احنا كنا بنعمل كده في شهر 8 او 7 بالظبط 7 او 8 7 دايما 7 وبترجع صح. تلعب على اول ماتش في افريقيا صح. كان دايما ماتش افريقيا يوم 2/8 صح. فبتاخد الوقت بتاعك الراحه بتاعتك كده زي ما انت بتقول صح. وبترجع تلعب ماتشات افريقيا بتاعتك الدور ال 16 او دور الثمانيه وبتشتغل عادي. لكن دي بقالنا كتير ما اشتغلناش فيها صح. كل الراجل شاطر في ان هو معاه تيم كويس، معاه ستاف كويس بيعرف يشتغل النواقص، مش بيشتغل على اللعيبه اللي بتلعب بس لا بيشتغل على الفرقه كلها. لما بتيجي السنه فاتت الناس اللي بعيده بتيجي تلعب تبقى كويسه، بتدخل في الجيب بتدخل في التراك وبتمشي معاه. بتحس بفرق ما بين اللي بيلعب واللي ما بيلعبش خالص بدليل ان انت حتى بدنيا يعني. ما هو بدنيا ما بص طول ما لعيب الكوره بدنيا واقف على رجليه الفنيات بتاعته بتبان احسن. طول ما انت اللعيب اللي بيقعد فتره طويله ما بيلعبش بيرجع بيقول لك طب اديني وقت عشان ارجع، فلما بتيجي تاخد وقت عشان ترجع ما بتلحقش فبتروح قاعد تاني. تبقى قاعد تاني صح. فانك لازم تجهزه بدنيا كويس عشان يبقى موجود رجليه معاك في الملعب تقدر تحتاجه في اي وقت. وده اللي حصل السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت كان في روتيشن كويس جدا في الماتشات الكبيره وماتشات صغيره، يعني الماتشات الكبيره كان في ناس بتلعب وماتش كبير بعده في ناس ثانيه بتلعب، دي ناس بتاخد دور. يعني ممكن تلاقي احمد عبد القادر واخد ماتش مثلا الهلال وتلاقي شريف واخد ماتش ثاني وتلاقي طاهر واخد، فالامور كان فيها شويه الروتيشن كان محسوب وكان محسوب بعقلانيه ان انت كمان اللعيبه دي واقفه على رجليها، فبالتالي هو قادر يختار كويس. طيب بدايه معسكر جيده، راحه جيده، معسكر الحقيقه كل الاخبار اللي جايه لنا من هناك كلها اخبار رائعه. كونك تفوز برضو على فريق بيعتبر من الربع الذهبي في الدوري السلوفيني، اعتقد برضو اللي انا عرفته يعني ان هو فريق جيد من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الفنيه ومن الفرق اللي صعب ان هي تتغلب يعني، فبدايه اعتقد ان هي بدايه جيده. طبعا بدايه جيده في انك تكسب، وبدايه جيده انك معظم اللعيبه بتشارك ومعظم اللعيبه بتشارك بشكل منتظم، يعني مش انت مش مضطر تلعب لعيبه دلوقتي عشان عندك مباراه كمان اسبوع او 10 ايام، انت مش مضطر تقف على تشكيل، لا انت موجود. اول مره الاهلي يدخل من اربع او خمس سنين فاتوا النادي الاهلي يدخل سيزون بعنده اختيارات كتيره، انت النهارده لما تيجي تكتب تشكيل عادي اي حد يلعب، اللي موجودين يلعبوا، اللعيبه اللي جت واللعيبه اللي موجوده، اللعيبه اللي موجوده اي حد فيهم يلعب. بمناسبه كلامك النهارده مين اللي جاب الاجوان؟ كهربا؟ صلاح؟ صلاح محسن وزعلوك؟ بالظبط. يعني بالظبط الكلام اللي انت بتقوله بينطبق على اللي حصل. واحد كان بيلعب اساسي ايوه، وواحد جاب من اعاره، وواحد ناشئ، واحد شاب ودي حاجه من الحاجات انا شايف ان هي احسن حاجه عملها كولر في النادي الاهلي، ان هو خلق منافسه جديده بين اللعيبه، وهو انا شايف شخصيته هو النادي، يعني انا شايف شخصيته هو هي دي شخصيه النادي الاهلي، هي دي شخصيه النادي الاهلي كادارته للماتشات وما بعد الماتشات وما قبل وتصريحاته ووقت التجديد. انت يعني احنا نعرف حاجه عن التجديد؟ ايه اللي حصل في التجديد؟ ما نعرفش حاجه. الراجل هو عايز طبيعي. حاجات طبيعي لا هو ما اتكلمش فيها ومع كابتن لا ما اسمعش طبعا هو ما اتكلمش هو ما اتكلمش لما كان معاه وكيله طلع اتكلم قال لك انا جاله وانا كوكيل نصحته بان هو يروح العرض السعودي مثلا ان العرض السعودي جاله قال لك مش عارف خمس اضعاف او اربع اضعاف ما يتقاضاه هنا في في, في, في النادي الاهلي، ولكن الراجل كان مصمم على كده. هو عارف قيمه المكان اللي هو فيه، وهو اعتقد يعني اللي عمله هنا هيخليه يشتغل كتير هنا. يعني انا شايف ان اقل عقد ممكن يعمله سنتين ثلاثه، وممكن لو الدنيا ماشيه كويس في النتائج هيكمل، لان النادي الاهلي لما بيلاقي البروفايل ده بتاع المدربين صعب تلاقيه زي جوزيه بيسيبه يكمل يعني. بالظبط هو النادي الاهلي بيحب يدي العيش لخبازه، هو خد اشتغل وانت اشتغل خلاص الدنيا ماشيه كويس. بمناسبه العيش لخبازه النهارده كان احد الاعلاميين ماشي يسميهم زي ما انت عايز كان بيتكلم على انه او امبارح انا اتكلمت في الامر ده امبارح تحديدا، انا عايزك تتكلم مالكش علاقه طبعا مش ولكن انا قصدي عايزك تتكلم من الناحيه دي، لانه لما يتقال ان الكابتن خطيب او اداره الكوره في النادي الاهلي هي اللي ماشيه المدرب وهو مدرب ضعيف، ايه رايك في هذا الكلام؟ مدرب كولر يعني مش عايز اعرف مين اللي قال كده بس يعني ما يعني لا مش لازم تعرف بس يعني انا بسالك انت انا بسال عبد المصطفى لا يعني راجل ضعيف ايه راجل عمل قال كده من ثلاث ايام
هو عامه اللي بيبقى عارف النادي الاهلي كويس مش هيقول كده. لو حد قال كده هو لا دخل جوه النادي الاهلي ولا عارف الدنيا بتدور يعني. ماشي، ما ينفعش تقول كده. طب ما عايز اقول لك حاجه، موسيماني اتقال عليه ضعيف و لا، بس انا اقول مثلا كذا حد قال ممكن اروح اقول ايه، عادل مصطفى ضعيف. ايوه ضعيف من ناحيه ايه يعني؟ ما انا بقول ما بيعرفش يقود مباريات. ازاي الراجل بيحط تشكيل كويس لكن ما بيعرفش يقود الراجل فاينل افريقيا قسم الجيم كويس جدا، ولعب مباراه القاهره كويس، ولعب مباراه المغرب كويس، وراجل واخد هو انا بالنسبه لي انا لما اجي اتكلم على مدير فني، حضرتك لما تيجي تتكلم على مدير فني بتتكلم بتقيم المدير الفني من انجازاته طبعا. يعني لما تيجي تجيب واحد من بره بتشوف انجازاته ايه، وبعد كده تشوف البروفايل بتاعه او شخصيته تتناسب معاه ولا لا. صح. فانت واحد جايب خمس بطولات، دخل خمس بطولات، خد خمس بطولات. طب انا هسمع له مع هل يعني المطلوب منه الراجل ده نسمع له ليه؟ طيب بالظبط هو ده اللي انا عايز اسمع له ليه بعيدا عن دي كمان، لان دي صح. لكن انا بتكلم على الجانب الاخر، هل عمرك في تاريخ النادي الاهلي حد ظهر قدامك قال لك ان، وانت لعبت فتره طويله في النادي الاهلي، حد قال لك قدامك ان مثلا كابتن صالح سليم الله يرحمه حط تشكيل فريق مثلا مستحيل للمدير الفني؟ على فكره انا قلت في بدايه الحلقه الاولى ان الناس اللي بتتكلم في الكوره هم الناس اللي يعني اللي عندهم يعني عندهم كم كبير جدا من البطولات، لو اتكلموا كله هيحترم وكلام وهسمع، لكن الناس دي بتتكلمش. يعني دايما كابتن صالح الله يرحمه لما كان بيجي يدخل في المحاضرات قبل الماتشات بيوم، دايما عمره ما كان داخل محاضره ماتش، بيجي لك قبل الماتش بيوم، بيجي لك بعد الماتش بيوم في النادي، عمره ما اتكلمك في الكوره، بيكلمك دايما في روحك في شخصيتك، عمرهم ما اتكلموا في طريقتك مع الحكام. كابتن خطيب جه كان يعني انا في الوقت اللي كنت موجود فيه كابتن خطيب جه مشرف على الفرقه في الوقت اللي كان ماسك فيه كابتن فتحي مبروك. عمره ما اتكلم مع حد في كوره، عمره هو كابتن فتحي مبروك اللي بيعمل كل حاجه والدنيا ماشيه تمام وما عندوش مشكله. اي حد يمسك النادي الاهلي لو جبت ولد صغير او مش عارف ولد صغير، واحد صغير في السن كمدرب ويمسك في النادي الاهلي هيتعامل نفس المعامله اللي بيتعاملها اكبر واحد، لان دي السياسه. هو ده النادي طول عمره النادي ماشي بالطريقه دي بالاسلوب ده، ما ينفعش تغير، مش هتعرف تغير، ما بتغيرش. انت هم الناس ما بتعملش كده، كل واحد بيشتغل الشغلانه بتاعته، كل واحد بيشتغل شغلته وعارف ايه يعني المفروض يعمل ايه ومفروض ما يعملش ايه وبيشتغل عليها، وفي الاخر في ناس بتحاسبك او الاكبر منك بيحاسبك. يعني بدليل ان موسيماني جه ماشي بادجي، طب ما لو الاداره كده كانت قعدت بادجي، بدليل ان كولر عايز يمشي حد فهمشيه ايمن اشرف ده من كباتن الاهلي. فلو فايلر كان عايز يمشي حسام عاشور، الاداره ما يعني خلاص ماشي حسام عاشور صح ولا صحيح؟ الناس كلها ما كانش حد بطل، ما كانش كابتن خطيب بطل، صحيح ما كانش كابتن صالح بطل، ما كانش الناس دي كلها بطل، خلاص كانت لعبت براحتها. كان وليد سليمان كمل، وليد سليمان لغايه دلوقتي قادر يلعب فعادي. فكل واحد مدرب بيجي بيتقال هو بيشوف عايز ايه وبيعمله، بدليل ان المحترفين او اي حد بيدخل النادي ما بيدخلش الا عن طريق المدير الفني. بالظبط. بس فدي نقطه يعني بص خد بالك برضو احنا في نقطه بعيده عننا قوي، ان احنا واحنا بنتكلم ما بقيناش عارفين ايه اساسيات الحوار. يعني ايه يعني؟ انا مش عارف وانا بتكلم الكلام ده امبارح اصلا بجد والله، قلت يا جماعه انه انا في اي حوار اعلامي ما ينفعش اقول كدنسه مثلا. لا ما يعني ما ينفعش اقول حوار ده، اجيب امام عاشور في ظل مثلا وجود واحد زي حمدي فتحي مشي من النادي الاهلي، واحد قيمه كبيره جدا، شلت واحد جبت واحد. نعم شلت واحد جبت واحد بيلعبوا منتخب مصر. ما هو النادي الاهلي لما بيفكر في اللعيبه اللي بتلعب في منتخب مصر، فكر لعيبه بتلعب منتخب مالي، فكر لعيبه بتلعب منتخب لو محترفين يعني انت فاهم. فبما ان واحد من لعيبه منتخب مصر مشي، فلو قادر ان انا اجيب واحد من لعيبه منتخب مصر للنادي الاهلي فانا هعمل كده. ما عملتش كده ليه؟ ايه كده النسا؟ ايه كلمه كده النسا؟ والله هو انت بص، ما احنا لو كل الناس، انا مش هذكر اسماء حد يعني، بس لو كل الناس بتفكر بالطريقه اللي هي النادي الاهلي بيفكر بيها او اي حد من النادي الاهلي بيفكر بيها، هتلاقي الامور مشيت لسنين طويله. بالظبط. الاداره في مصر او معظم الناس اللي بتدير في مصر بتدير لوقت قليل، بتدير لفتره صغيره، بيدير سنه وبعد سنه ما اعرفش فيه ايه، يعني ممكن يبقى عنده لعيب مش متجدد عقده لفتره طويله، يقعد معاه سنتين وفاضل له سنه ويخلص مش مجدد عقده. الناس ما بتشتغلش، الناس بتشتغل يوم بيومه. الاهلي فيه ميزه بغض النظر عن مين رئيس النادي، عشان بس مش هذكر اسماء رئيس، كل طول الوقت الناس بتفكر لقدام، اللي موجود دلوقتي بيفكر للي جاي. صحيح. انا مش عايز اعمل مشكله للي جاي، فكل واحد لا بيفكر للنادي. الناس النهارده انت عندك كوادر، لما بتيجي تتكلم في كوادر
عايز تجيب اي حد بتجيب، لا لو عايز تجيب مدير كره هتلاقي، عايز تجيب مدربين هتلاقي، عايز تجيب ولاد النادي في القناه بتاعتك هتلاقي، فالناس موجوده وناس مستمره، في استمراريه. لما بقاش ان انا بشتغل دلوقتي وبعد كده كمان السنه الجايه ما اعرفش مين عندي بقى، مين ولادي مين مش ولادي، فدي نقطه مهمه جدا. وانا شايف برضو ان الناس اللي ما بتبقاش قادره تحقق حاجه دايما بيبقى كلامها اكتر. انا دايما شايف اللي بيشتغل كلامه بيقل دايما، يعني انت طول ما انت شغال كلامك بيقل وعايز تشتغل بس، طالما مفيش شغل وانت مش قادر تشتغل كلامك هيزيد وهتقعد تحرق في كلام على الفاضي وتقول كلام مش حقيقي. فانا شايف برضو ان في حاجات كده برضو احنا لازم نعديها. نعديها حاضر. نرجع تاني للماتش، شايف ان المباراه دي بروفه جيده لمباراه السوبر اتحاد العاصمه؟ هو مش المباراه، هو المباراه دي مباراه تدريبيه جوه حصه في الـ في الـ في المعسكر. مش لازم يكون المباراه بقوتها ايه، على قد ما يكون الشغل جوه المعسكر ايه، التدريب، الروح اللي جوه المعسكر، التعامل اللعيبه مع بعض، تعامل اللعيبه المدربين. المعسكر ده كان معسكر مهم جدا لان انت برضو في كذا لعيب جديد عندك في الفرقه دخل في اجواء مختلفه، برضو ما جاش دخل على الماتشات على طول، ودي نقطه من النقط المهمه جدا. ان في لعيبه بتدخل في اوقات بتدخل على الماتشات على طول، يعني ممكن يجي لك في يناير لعيب يدخل معاك على الماتشات على طول، تبدا تشوفه يبدا يعني تاني يوم او تالت يوم يدخل الملعب يلاقي فيه جمهور ايا كان بقى عدده، وفي ماتش الامور شويه بتبقى فيها خضه. لكن لما بتيجي تاخد وقت مع الفرقه في فتره اعداد وفي معسكر وفي لعيبه بتتعامل مع بعض وفي جهاز بيتعامل مع بعض، بتبقى الامور شويه احسن واسهل للعيب اللي بيدخل على الفرقه جديد. فانا شايف ان هي المعسكر مش بقوه المباراه على قد ما انت اللعيبه في انسجام مع بعض، في تدريب كويس، لان انت في وقت كتير جدا احنا لعبنا ماتشات افريقيا من غير ماتشات وديه اصلا، يعني ساعات بتعمل معسكرات. ايوه صح، ما كانش في اصلا ماتشات وديه، ما كانش بتحسب لها، كنت ممكن تعمل ماتشات وديه فرق بقى اوروبيه او حاجه بعد ماتشات افريقيا. لكن في بدايه السيزون مش شرط يكون عندك مباراه كبيره، ممكن يبقى عندك مباراه تقدر تطبق فيها اللي انت عايزه وتقدر تتعامل فيها مع اللعيبه بالشكل اللي انت هتطبقه في الموسم. يعني في ظل هذه الاجواء اللي انت شايفها، وفي ظل انا الحقيقه شايف جماهير كتيره بسم الله ما شاء الله في في المباراه، في ظل هذه الاجواء وفي ظل الاجواء الجميله والرائعه، العوده بقى للقاهره ان شاء الله بكره جو مختلف، هتبتدي تفكر للفتره القادمه لغايه يوم 15 ازاي؟ اعتقد قبل المباراه يعني الفتره دي اعتقد الجهاز الفني شاف مين اللعيبه هتبقى موجود معاه الفتره الجايه، شاف مين اللي يقدر تبقى البدايه عنده، لان وارد ان يبقى في لعيبه تقدر تبدا وفي لعيبه ممكن تبدا تدخل معاك بعد البدايه بشويه، ممكن اول اربع خمس ماتشات دول ممكن تلاقي لعيبه موجوده، ممكن بعدها تلاقي لعيبه تانية موجوده. وده اعتقد كولر يعني بترتيبه لاوراقه ان هو دايما بيسجل كل حاجه وبيداوم كل حاجه، وانا شايف ممكن يبقى يبدا بناس وممكن بعد شويه يبدا بشكل تدريجي الناس الصفقات الجديده، او في حد من الاولاد الصغيرين ممكن يبقى موجود بعد فتره. فانا شايف ان هي يعني فتره تدريبيه تبقى كويسه، والنادي الاهلي هيدخل، النادي الاهلي لما بيدخل الماتشات دي ماتشات الافريقيه او الماتشات اللي هي اللي فيها نوك اوت بيدخل فيها ووقتها وفي وقت راحه قبلها كويس بقى فيها ماتشات كويسه. عجبك كولر؟ انا يعني من احساسي لسه ما سمعتش رايك. كولر احسن، انا شايفه احسن مدرب دخل في النادي الاهلي بعد جوزي كبروفايل. كبروفايل مدرب سنه يعني شفت ده في سنه بس خلي بالك جوزيه انت قلت عليه كده بعد ما شفته. لا 2000 ادي 2 3 اصلا لعبت مع جوزيه. طبعا فجوزيه لا انت قلت عليه بعد، لكن جوزيه ما كانش ممكن يكون ما كانش اول فتره ما كناش برده الفرقه بتاعت الفرقه ما كانتش مكتمله، كان الفرقه كانت ثلاث ارباعها ناس تحت السن، ولكن قدر ياخد بيها بطوله افريقيا، خدنا بطوله افريقيا 2001 وخدنا بطوله سوبر 2002 ولغايه اخر مباراه الزمالك 6-1، مباراه الاسماعيلي 4-4، والدوري ضاع منك في اخر اسبوع بعد ما كنت بعيد. بعد كنت بعيد خالص، ولما جوزيه جه كمان كان ضاع مننا كام اول خمس ست اسابيع في الدوري، ضاع مننا ماتشات كتيره، فهي دي اللي خلتنا نرجع متاخر. حتى لما جه الولايه الثانيه اللي كان فيها بوتريكا كان برده جه كان بعيد وبعد كده بقى مركز ثاني، فهو كان عنده بوادر. خد بالك الكوره او الفنيات جزء لا يتعدى 40 او 50% في الكوره. المدرب الفنيات بتاعته
40 او 50%. أوكي. ادارته للفرقه وادارته لجهازه وادارته للمنظومه اللي هو بيشتغل فيها هي الشغل الاكبر. خد بالك انت ممكن يبقى انت فنياتك ممكن تبقى موجوده اعلى في فرقه قليله، فرقه صغيره بتقعد تشتغل معاها كتير وبتقعد تحفظها كتير وبتقعد تشتغل على حسب العقليات اللي موجوده. الفرقه الكبيره العقليات بتبقى شويه ناضجه، الناس طول الوقت بتلعب على بطولات، لو بتلعب على بطوله فالمعلومه بتوصل اسرع شويه من ان انت تشتغل مع فرقه تانية. اداره بقى الفريق هو ده اهم. يعني الوقت اللي كان فيه جوزيه اللي انتوا كنتوا موجودين فيه الحقبه الثانيه اللي هي من 5 و4 و5 و6 وبعدها، جوزيه فنيا مش هو يعني مش هو جهبذ، يعني مش هو احسن حاجه فنيا. والله فنيا كان بيشرح لنا حاجات انا وجهه نظري طبعا. لا هو كان بيشرح ولكن كان قدرته الاعلى في ان هو يدير المنظومه، انه يدير الناس دي، يعني الناس دي اللي بتلعب اللي موجوده الفرقه اللي فيها 11 واحد او 12 واحد في منتخب مصر وفي الناس اللي بره لعيبه كبار والناس الصغيرين بيلعبوا في منتخبات، انه يدير ده هو ده الاهم. انه يدير المؤتمرات مهم، انه يدير الحوارات الصحفيه او انه يتعامل مع الصحفيين جزء تاني، انه يتعامل مع الاداره جزء تالت. فانت المدير الفني للاهلي مش حاجه واحده، عمرك ما تقول ده الراجل ده فنان هايل فاحنا نجيبه، لا الراجل ده يعني مثلا الراجل ده شخصيته قويه جدا بس في حاجات ما بعرفش يديرها، لا ما هي مش لا بقوه شخصيه وخلاص ولا ان انت بتبقى فنان في الملعب كويس، لا انت محتاج حد يقدر يدير منظومه كامله بشكل كويس من غير مشاكل، لان في شخصيات قويه بتدخل في صدمات مع لعيبه ويعمل لك مشاكل وفي واحد تاني هادي. يعني انت الراجل ده ايمن اشرف ما لعبش معاه دقيقه صح؟ ما لعبش معاه خالص، ما فيش مشكله والدنيا هاديه، ولما بيتسال عن ايمن اشرف بيتكلم عليه بكل احترام، بس تعود على الراجل طبعا وتعود على اللاعب والشخص وعلى النادي، لان النادي كمان طبعًا. قافل الاهلي بيقفل العلاقه اللي ما بين اللعيبه والجهاز، النادي الاداره ما لهاش دعوه في الانديه الثانيه، انت اي لعيب صغير ممكن يبقى لعيب ناشئ يروح مكلم رئيس مجلس اداره انا عندي مشكله مع المدرب، فدي مشكله ثانيه خالص احنا دي قصه ثانيه. دي قصه ثانيه عمرنا ما بنوصل لها دي الحمد لله. الحمد لله. طيب الاستعدادات وكل هذه الامور شايفها ازاي برضو؟ يعني اربع خمس ايام كان معاك الفرقه كلها، بعدين في النص منتخب، أربعة منتخب مصر الأول، ثلاثة منتخب مصر الأولمبي، ثم الثلاثي بيرسيتاو وديانج وعلي معلول. والله شايف الأهلي، النادي الأهلي متعود على الحاجات دي. خلينا برضو نشوف الفترة اللي فاتت اللي كان فيها كأس عالم أندية والفترة اللي كان فيها سوبر برضو، كان ماتشات زمالك وماتشات كبيرة ولعبت منتخب، يعني في وقت مثلا كأس العالم أندية لعبت منتخب كانت لعبة 120 دقيقة، كانوا لاعبين 120 دقيقة أربع ماتشات ورا بعض وراحوا، وفي ناس راحت لعبت في كاس عالم انديه ما كانتش بتلعب في المنتخب والامور مش بشكل كويس. مش هقول دايما الاهلي بمن حضر، ولكن الاهلي متعود على الحاجات دي، الاهلي متعود ان اللعيبه تروح منتخب يعني. اللعيبه تروح منتخب بتعرف تشتغل منتخب بعد كده تفصل ترجع تاني، فالاهلي متعود على ده بيعرف يشتغل فيه كويس. واللعيبه كمان لعيبه ناضجه، لعيبه يعني مش اللعيب بيروح يعني اللعيب اللي بره الاهلي ممكن يروح يركز في حته يفصل بعدها ما يقدرش يكمل تركيز. الاهلي بياخد بطولات الكبيره ليه الطويله ليه؟ لانه بيعرف يركز على طول، بيعرف يفصل. في ناس تانية ما بتعرفش، في ناس تانية خلاص كسب او عمل ماتش كويس بياخد له ماتشين ثلاثه يكون راحت منه الطوله. فانا شايف ان لا يعني الاهلي يقدر، الاهلي يقدر اللعيبه تقدر تروح تشتغل. اعتقد ممكن لو اتشالت مباراه بس كده من مباراه تونس دي هتلاقي الامور يعني احسن شويه. لغايه عايز برضه اسالك في هذه النقطه، انت كنت مع ايه؟ يعني هل انت كنت مع ان المنتخب يسيب لعيبه النادي الاهلي في ظل عدم احتياج المنتخب ووصول المنتخب الى كاس الامم الافريقيه وبالتالي هي مباراه تحصيل حاصل، بدليل ان انت في الاخر وانت بتوزع البيان بتاع اعتذار كابتن محمد صلاح عن هذه المباراه قلت ان هي مباراه تحصيل حاصل؟ انا الحقيقه بالنسبه لي انا ما فهمتش، ما اعرفش رايك. يعني انا رايي ان احنا الحاجات دي كانت محتاجه تترتب بدري شويه، بدري صح، محتاجه تترتب ترتيب ومش محتاجه تظهر تظهر الاعلام. يعني الحاجات دي مش محتاجه تروح وبعد كده نحل المشكله، يعني الموضوع لو اتحل او الناس اتكلمت فيه وده عادي، وقعدات اللي هي انا راجل لحد مندوب من النادي يروح الاتحاد او حد مندوب من المنتخب يزور النادي التدريب والدنيا تمام. وانا شايف ان فيتوريا عمل ده، فيتوريا راح لكل الفرق، صحيح راح لكل الفرق حتى في قطاعات الناشئين. الله يديله الصحه كابتن حسن شحاته كانت في ايه؟ كان بيجي لجوزيه التمرين، بيجي لجوزيه التمرين عادي خالص ويقعد ويتكلم معاه ويهزر ويضحك ويعمل وبتاع، وبعدين مش من المفترض ان فيتوريا يعمل كل حاجه برضه، هو راح ولف
واول ما مسك يعني وجاب المدربين كلهم. طب المدربين كلهم اتغيروا دلوقتي، عمل ايه؟ قصدك ليه محتاج لفه ثانيه؟ لا انا شايف ان هو انا بشوف ان لا يجب ان يكون هناك تواصل مع الانديه مش مع المدربين. الله ينور عليك، مع الانديه مش مع المدربين، وده ودي حاجه الكوره من خلال على الاقل، على الاقل الانديه اللي انت بتاخد منها لعيبه اكتر. بالظبط، برافو عليك. مش عيب يعني لعيبة. الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، الفرق اللي انت فيهم لعيبه والاكتر الفرق اللي عندها بطولات تانية غير البطولات بتاعتك، صح كده. دوري، كاس، سوبر، افريقيا، فدول الاولى ان انت يبقى في تواصل معاهم. فانا كان رايي ان يبقى في تواصل من بدري، والموضوع اصلا المشكله ما تروحش، يعني المشكله ما تروحش، ما يبقاش في مشكله اصلا. مباراه اثيوبيا تخلص، وشايف مباراه تونس فرصه برضو ناس ثانيه، ناس تاخد ال بالظبط، ان ناس ثانيه تلعب. هو عيب لما تقول، انا وجهه نظري برضو عيب ان انت لما تقول ان انا محتاج الاربع لاعبين بتوع النادي الاهلي. طبعا ما هو دول الافضل من وجهه نظرك ومن وجهه نظر كل الناس، ولكن انت عندك كل فريق فيه 30 ولا 35 واحد متأيدين بالناشئين اللي فيهم، في اضرب في 18، شوف كام لعيب. لا على الاقل حتى اللعيبه اللي موجوده معاك، يعني هو لو قائمه المنتخب انا شايف ان في لعيبه دخلت كتير جديده، وكان في لعيبه اوريدي موجوده قبل كده، فكان ممكن يعني اللعيبه دي ممكن تاخد. وانا شايف ان لو، ومش النادي الاهلي بس، انا شايف ان لو ده عند اي نادي في مصر يتعمل كده، يبقى في تنسيق قبلها، وان الامور تمشي بشكل بهدوء خالص، ان اللعيبه دي تخرج ايا كان، مش عشان النادي الاهلي بس، اهلي، زمالك، بيراميدز، مقاولين، فيوتشر كده، خلي بالك مش شايف فيها مشكله. انا مش شايف برضو، اصل انت في الاول وفي الاخر انت دي منتخب مصر ونادي بيمثل مصر، النادي ده مين بقى؟ اهلي، زمالك، ايوه، خصوصا ايا كان. لا خصوصا ان مباراه منتخب، انت عارف هي لو مباراه منتخب مصر، مباراه وديه، مباراه وده والثانيه رسميه ليس لها تحصيل حاصل. لو المباراه مثلا دي هتكسب لازم تكسب، عشان محدش، هو حد كان اتكلم او حد كان اقول لك حاجه يعني مش يعني هي اتفضل. لا اتفضل طبعا. قبل كده لما كابتن حسام ما كانش بيعمل ماتشات، ما كانش كابتن حسام بدري لما كانش بيجيب اللعيبه في وعمل ماتشات اتلام عليه كتير، فممكن يكون الفكره انك مش عايز تسيب اللعيبه عشان ما يتقالش ان انت قصرت في حق المنتخب. بس انا شايف الموضوع بسيط، يعني شايف الموضوع هو محتاج اداره، الموضوع بسيط، والموضوع مهم في التوصيف. صحيح. التوصيف دي كلمه مهمه جدا، لان انت ساعات الناس بتشرح الموضوع غلط، مش الاتحاد ولا انا، في العموم دايما احنا في كل مشاكلنا انك بتشرح المشكله غلط، مع ان انت القعده تخلص الكلمه زي ما انت بتتكلم. الموضوع بسيط على فكره، انت كمان في حاجه كويسه ان المديرين الفنيين اجانب، فيقدروا يبقى في حوارات بينهم، الموضوع سهل. راجل اذا كان اهلي، اذا كان زمالك، اذا كان بيراميدز، الثلاثه اجانب. صحيح. فالامور بالنسبه لك سهله، ولغه الحوار بينكم، يعني لو جبت الراجل ده بالمترجم بتاعه، وجبت الراجل ده او ما جبتلوش مترجم، وقعدوا اتكلموا مع بعض، الامور انا شايف الامور بسيطه، يعني الامور ابسط من ان احنا نروح لمشكله. عموما كلام جميل جدا الحقيقه مع النجم عادل مصطفى، ولكن خلينا نطلع نشوف تقرير عن من هو البطل التاريخي للسوبر الافريقي، النادي الاهلي طبعا، ونرجع نكمل. عادل، برضو عايز اسالك عن اهميه المعسكرات الخارجيه، يعني هل بيبقى في فارق ما بين المعسكر الخارجي ولو حتى عملت معسكر جوه مصر؟ طبعا. ايه بقى المعسكر عامه في العموم، يعني المعسكر مفيد جدا للعيبه، مفيد جدا للجهاز، بالذات لما يكون عندك لعيبه جديده، وانك نفسيا هو اهم حاجه، وفي جزء برضو احنا الجزء النفسي ده لازم ما نغفلوش، لان انت طول الوقت عندك لعيبه الاهلي طول الوقت عندها تحديات، طول الوقت عنده ماتشات، طول الوقت عنده بطولات، طول الوقت عنده انتقاد جماهيري كبير جدا، فانت محتاج تفصل. الوقت اللي انت بتاخده، اللعيبه اللي بتاخده الاربع خمس ايام اللي بيفصلوا بيهم، اللي بيسافر او مع عيلته او بيسافر في اي حته، مهم جدا. الوقت بتاع انك تبقى عندك معسكر خارجي، المعسكر الخارجي شويه بتبقى ما عندكش قيود، اللعيبه بتبقى بحريتها اكتر، لان انت هنا لو انت موجود في القاهره شويه، لعيبه الاهلي طول الوقت الناس عايزه تبقى موجوده معاهم، وحاسين ان هم طول الوقت متشافين، وككوره كجوه الكوره، بره مصر الامور شويه في حريه. يعني انت النهارده الصور بتاعت اللعيبه اللي راكبه العجل، العجل والحاجات دي، لو ما تعرفش تعمل هنا ده مش هتعمل. لا. هنا مش تعرف. مش تعرف. صعب. القعدات اللي بيقعدها الصبح، اللي بيقعدوها الالعاب اللي الجيمز بيلعبوها دي على الترابيزات البينج بونج والحاجات دي، مش عارف يعملها هنا. مش هيعرف. هتلاقي زحمه، هتلاقي زحمه، ومش عارف اصلا تنزل. وفي اكلك لازم تبقى موجود في حته، انا بتكلم للناس اللي عاشت جوه النادي الاهلي وعارفه المعسكرات بيبقى شكلها ازاي.
هناك الامور شويه من الناس اللي موجوده طبعا مش من اللعيبه يعني يعني الناس اللي عاشت جوه النادي عارفه الدنيا. اقصد الناس اللي عايزه تتصور وعايزه بالظبط يعني ده شيء طبيعي. الناس لعيبه لعيبه النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما بينجم اي حد ودايما الاهلي بيحط اسمه يعني الحاجات دي مش عارف تشوفها هنا. هناك برضو الناس اللي راحت ناس مش كتير، فناس راحت لا حتى لو راحوا واقفين يعني من بعيد وفي خصوصيه، فالحاجات دي شويه مختلفه. الحاجات دي احنا زمان دايما من ساعه ما قريت على الكوره ان الاهلي عنده معسكر في المانيا، ان الاهلي عنده معسكر في المانيا من وانا عيل صغير بروح اتفرج في نستنى المعسكر صحيح مستني في معسكر في المانيا والاهلي مش عارف بيعمل ايه والاهلي جاي فين. بس خلي بالك بيقول لك انت ايه، بيقول لك لعيبه الكوره سافروا العالم كله. ده حقيقي لكن هو مش حقيقي. ليه بقى؟ لا بتبقى معسكر لان الله ينور عليك، برافو عليك. غير غير مع عيلتك تقعد في المانيا مثلا اسبوعين وتخرج تروح ثلاث ساعات شوبينج مثلا، لا ميونخ ثلاث ساعات ده حقيقي. انت ما سافرتش، انت كده كده قاعد في مكان معزول او يعني مكان اقرب للي احنا شايفينه، مش بحريتك قوي. ده اللي انا قلته، الفرق بين المعسكرين. هناك شويه انت جوه المعسكر براحتك، جوه المعسكر براحتك، لكن برضو الناس اللي يعني انت عشان تخرج وتروح وتيجي بتبقى الامور برضو مش في تمرين الصبح، في تمرين بعد الظهر، في ماتش، في محاضرات، تبقى الامور شويه يعني لو خدت لك ساعتين ثلاثة في كده الدنيا يا دوب يعني. ابني يقول لي مثلا سافرت كتير، اقول له يا ابني حبيبي سافرنا كتير او كل حاجه، بس احنا ما بنخرجش يعني مش زي ما انت متخيل يعني. احنا مش شايفين مثلا ان احنا كل يوم كنا بنروح في الحته الفلانيه، بنروح هنا وبنرجع من لا. هنا لا، احنا التمرين صبح زي مع اولادك، ازاي انت مسافر لوحدك او مسافر مع اولادك، بتبقى الامور شويه مختلفه. بص لعيب الكوره دايما وهو بيلعب الناس مش متخيله ان هو بيتحرم من حاجات كتير. طبعا بيبقى فيها ليها مقابل كويس، بتاخد شهره، بتاخد نجوميه، بيبقى عندك فلوس كويسه لو الامور مشيت معاك لفترات طويله. صحيح. ولكن بتتحرم من حاجات تانية. بتتحرم من اذا كان خروج او اذا كان سهر او اذا كان بتقابل ناس صحابك او قرايبك. لا يعني بالذات الناس اللي بتلعب في انديه كبيره اللي صح. دايما طول الوقت هو عليه السبوت عليه ان هو لا انت لازم انت تنام ولازم انت تروح. انت سهرت في حياتك امتى؟ بعد ما بطلت. انا كان ثابت مره كلمني الساعه 10 ونص، كان عندي تمرين الساعة 10 ونص، كنت في بالليل الساعة 10 ونص بالليل، كنت بتمرن في الشارع 10 ونص بالليل. كنت في كافيه قاعد يعني؟ ولا قاعد ولا حاجة، كنت معايا حد، كان معايا حد، كنت عند يعني في مكان في التحرير جنب النادي. رحت كنت كنا بنشتري حاجة. روح الساعة 10 ونص أكيد حد مشجع قال له أو حد من الناس اللي بيحبوا النادي الأهلي، فكان الأمور كانت صعبة. النادي الأهلي دايما الناس شايفاك، انت لو خسرت ماتش مش هتعرف تروح تشتري حاجه من سوبر ماركت او تخش بنزينه. انا دايما اقول لهم كده، اقول لهم يا شباب انتوا برضو لما يقول لي، انا اقول لهم انا ما ابتديتش اسهر في حياتي بعد ما بطلت، بعد ما بطلت بشويه كمان يعني. مش لو ما عندك شغل، لو انت بتشتغل مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تسهر غير يعني. برضو مش بتكلم سهر ان هو يعني، انا سهر بالليل يعني مع اصحابك صح، مش سهر يعني يعني قاعدين مع اصحابك تبقى براحتك يعني. الوقت مش الوقت بالنسبه لك، محدش هيقول لك انت قاعد، مفيش قيود يعني، مفيش قيود يعني. لان انت لما بتشوف اي حد من لعيبه الكوره وخصوصا لعيبه الاهلي تحديدا، انت قاعد ليه يا كابتن بتعمل ايه؟ انت عندك ماتش الاسبوع الجاي. ولو حد بقى لو قدر الله خسرت ولا حاجه انت هتتبهدل طبعا. لو قدر الله خسرت دي ما كنتش بتظهر اساسا. احنا الفتره بتاعتنا دي قليل عمر يعني، قليل قوي. انا افتكر يعني ما كانش في وقت، ما كانش في وقت. انت كنت الحمد لله كمان كانت الوقت ده بتكسب على طول كل حاجه، فكانت الامور ماشيه بطولات على طول والدنيا ماشيه كويس باستثناء 2007 مثلا المباراه النهائيه وخسارتنا بتاعت صفاقسي. لا بتاعت النجم الساحلي، مش الصفاقسي. في هنا في ماتش خسرناه في استاد القاهره 3-1. فده الماتش الوحيد اللي خسرناه، لسبب يعني. دي كانت هتبقى السنه الثالثه على التوالي وخسرناه لسبب، زي اللي كان زي رامو كده لو فاكر، عبد الرحيم العرجون. العرجون الكره بتاعت ابو تريكا اللي ما رضيش يحسبها ركله جزاء، ثم الكره بتاعت شديد قناوي اللي كان بيلعب باك ليفت وما رضيش يحسبها. ماتشات كتير اتكلم على دي تحديدا، ده كان نهائي وبطوله 17 وبطوله 18 غير 17 غير 18 نفس الاسباب يعني. فتقعد تفتكر نفس الاسباب ونفس الامور. من وجهه نظرك كيف ترى التدعيمات اللي عملها النادي الاهلي حتى الان؟ امام عاشور صلاح امام عاشور ورضا سليم وصلاح محسن رجوع وبيكم رجوع من بص، هو التدعيمات كويسه جدا. معلش عادل، دي مشاهد بعد المباراه هنشوفها مع حضراتكم. شوفوا جمهور الاهلي وتفاعل جمهور الاهلي، ده اول مره نعرض الحاجات دي. وكابتن خالد بيبو طبعا وتفاعله مع نجوم او مع جماهير النادي الاهلي. شوف حضراتكم واحنا وكابتن عادل بيتكلم، جماهيريه النادي الاهلي موجوده في النمسا ازاي؟ وفي هدوء والتيشيرتات محطوطه وكل واحد بيمضي. ده اللي انت كنت بتتكلم فيه من شويه يعني. الامور فيها شويه، الدنيا سهله شويه.
واجواء حلوه والناس دي كمان ما بتصدق حد منتخب او اهلي او زمالك او حد من الانديه اللي هم بيحبوها ما بيصدقوا ان هم موجودين هناك يعني. ايوه الاجواء جميله واجواء يعني دي احلى فترات العمر لاي حد اذا كان لعيب. الكلام ده خلي بالك في ناس كتيره ما تعرفوش، الناس فاكره ان انت بتلعب كره فممكن الشهره تاخدك، الفلوس تاخدك، البتاع تاخدك، ما تعرفش ان انت بعد الكره ده قصه تانية. لا الكوره دي احلى الكلام. دي احلى فترات لاي لاي بص جماهير قد ايه، انا اسف يا عادل، بص جماهير قد ايه، ايه ده؟ ده في النمسا يعني بلد هاديه برضو خلي بالك وبتاع، جاليه يعني مش كبيره قوي، مش جاليه يعني بالعكس. انا الاهلي ما شاء الله يعني شعبيته في اي حته يعني برضو لو عندك معسكر في هولندا، احنا كان في هولندا 2002 مع بومفرير برضو كان في يعني كان بيجينا برضو؟ كان بيجينا ماتشات، كان ماتشات الوديه كان بيجينا ناس كتير جدا وكان في ماتشات في رومانيا برضو نفس القصه، وفي المانيا واي معسكرات بره بتبقى الدنيا لا يعني الناس ما بتصدق يعني بتلاقي اي صحيح. الانديه بتاعتها اللي بتشجعها او المنتخب بتلاقي الجاليه كبيره جدا يعني. لا اللعيبه بتعاني بعد يعني بعد ما اللعيبه بتبطل بيبقى في الامور مش سهله طبعا، مش كل الناس تعرف تشتغل لان العقليات الناس كلها مش شبه بعض صحيح، وانك تختار حد كادر كويس برضو انت لو في 10 في جيل ولا 20 واحد في جيل ممكن تلاقي واحد ولا اتنين بس بيشتغلوا منهم وهم اللي عندهم التوفيق يعني، فالامور بتبقى بعد الكوره شويه صعبه. في ناس كتير جدا بعد الفترات اللعب بتبقى عندها مشاكل كتير بعد ما ببطل، اذا كان ما بيشتغلش او اذا كان ممكن يكون ما عملش رصيد كويس يعيش بيه، فالامور بتبقى الناس كلها برضو فاكره ان لعيبه الكوره طول الوقت هو معاه فلوس بس وبيصرف فيها بس، ولا مش عارف في جانب تاني. معلش عادل واحنا بنتكلم برضو قبل ما اسالك عن الصفقات خلينا نسمع جمهور النادي الاهلي. كل جمهور النادي الاهلي دايما بيفرحنا في كل مكان، يعني حاجه جميله جدا اللي احنا شايفينه. نرجع مره اخرى للتعاقدات، النادي الاهلي رضا سليم وامام عاشور تعاقدين، ثم عوده صلاح محسن وبيكم وطلوع بقى عدد من الناشئين معتز وزعك. وجود امام مكان حمدي صفقه كويسه جدا، وامام لعيب من اللعيبه المميزين جدا ومن احسن اللعيبه اللي موجوده في مصر في الفتره اللي فاتت دي كلها، يعني حتى من ايام ما كان موجود في حرس الحدود كان من اللعيبه المميزه جدا. وجود رضا سليم برضو، رضا سليم لعيب مميز ولعيب عنده شخصيه، والفتره اللي كان موجود فيها في الفتره اللي فاتت في بطوله افريقيا عمل اداء كويس جدا. هيشوف بقى احنا هيعرف يدخل جوه لعيبه الاهلي بسرعه ولا لا، لان مش اي لعيب كويس بتجيبه ومش اي لعيب كويس بتجيبه بينجح، محتاج ياخد وقت ومحتاج يبقى يحصل له تكيف على اللعيبه اللي موجوده. لما اشوف في الماتشات شخصيته برده هيبقى عامل ازاي، ان اللعب في النادي الاهلي صعب، اللعب في النادي الاهلي صعب جدا، فانت هيبان هو عنده مميزات والراجل لعيب مبشر، ولكن لما نشوفه مع النادي الاهلي. صلاح محسن انا شايفه لعيب كويس، محتاج يتقل، محتاج يركز اكتر. صلاح امكانياته كويسه جدا، ولو هو مركز في الكوره بس او مركز ان هو يبقى يشتغل على نفسه جوه الكوره هيبقى ليه مكانه كبيره جدا في كوره مصر، ان هو لعيب كويس. اوكي صلاح محسن لما كان موجود في ام بي ولما جه الاهلي، يعني الماتشات اللي كان بيلعب في الاهلي على فترات قليله ما كانش وحش، ما كانش بعيد،
ولكن هو كان محتاج يلعب بشكل اساسي. وانا شايف برضو ان هو جزء من يعني في قطعه ناقصه النادي الاهلي، قطعه الراس حربه اللي هو التارجت مان اللي جوه، الراجل اللي جوه ال 18 اللي بيشتغل عليه عرضيات، بيشتغل دماغه كويس، دي الحته اللي ناقصه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده لعيبه اذا كان كهربا او شريف كانوا موجودين، او حتى شادي حسين ما خدش كتير، كلهم لعيب مساحات، كلهم لعيب مساحات، لكن ما فيش حد لعيب صندوق، مفيش حد راجل. وحسام حسن برضه، بس حسام حسن ما لحقش ياخد قوي، وبرضه ما كانش موفق مع موسيماني خالص، فما اخدش بشكل كويس. ولكن النادي الاهلي هو دي القطعه اللي ناقصان، القطعه بتاعت فلافيو، بتاعت متعب، اللعيبه اللي بتعرف تلعب دماغها كويس، اللي هو النادي الاهلي دايما بيبقى في وقت من الاوقات بيبقى الفرق واقفه له، بتلعب زون متاخر قوي، محتاج حد يشتغل على عرضيات كويس. صلاح عنده، والولد زعلوك لعيب كويس برضه، هياخد وقت يعني، برضه مش عايز. انت شفته او عارفه يعني؟ عارفه من الناشئين، من القطاعات، لعيب كويس ولكن محتاج وقت، ما ينفعش تبني عليه. ولكن الاهلي لسه ناقصه اللعيب اللي هو التارجت مان، اللي هو اللي بيقدر يشتغل جوه الصندوق كويس، اللعيب الراس حربه التسعه الصريح، الصريح مش، ومحتاج حد مواصفات كويسه، محتاج ان هو يكون عنده كمان ريتمه، عنده سرعه في الريتم، ان هو النادي الاهلي دايما محتاج تخلص من نص فرصه. فانا شايف الصفقات كويسه جدا، ولكن النادي الاهلي لا زال محتاج راس حربه يعني. النادي الاهلي خد 5 بطولات في الموسم الماضي، كولر يعمل ايه علشان يحفز اللاعبين للقادم؟ لان انت عندك مش 5، عندك 7 على ما اعتقد يعني، 7 بطولات يعني. هو كولر اوريدي بالفعل عامل ده، لان هو بيعمل روتيشن بين اللعيبه، روتيشن محسوب، فاللعيبه دايما طول الوقت مش، ما فيش حد بعينه بيلعب، فبالتالي اللعيب التاني مش موجود، لا اللعيبه كلها موجوده. يعني لو جيت شفت اول فتره لكولر، حسين الشحات ما كانش بيلعب خالص، لو على يعني لو الناس تراجع اول 5 6 ماتشات، حسين الشحات الناس كلها كانت بتتكلم ان حسين الشحات هيمشي اصلا. حسين الشحات مع كولر مفنش الموسم ان هو من احسن لعيبه، واخد احسن لعيب في مصر، فبالتالي هو عنده بيعرف يعمل تحفيز كويس للعيبه، اذا كان جوه التمرين او اذا كان بزمايلهم، انه يقدر يخلي زمايلهم واقفين على رجليهم كويس، فبالتالي كل واحد بيلعب هو عارف ان لو ما اداش بشكل كويس هيبقى في حد تاني موجود. النهارده انت عندك رضا سليم، وعندك احمد عبد القادر، وعندك بيرسيتاو، وبيرسيتاو كمان بدايته الناس كلها كانت بتتكلم ان بيرسيتاو كان لازم يخرج اعاره او كان لازم يبيعه. دلوقتي بيرسيتاو بقى من اهم اللعيبه اللي موجوده عندك في الفريق، فهو لا بيقدر يعمل ده. هو كان محتاج الوقت بتاع فتره الاعداد ده، ان اللعيبه كلها تبقى جاهزه، ويقدر يشغلهم بطريقه تبقى مناسبه ليهم كلهم، يقدر يختار لعيبه المباريات، لو عنده مباريات مضغوطه يقدر يختار لكل مباراه لعيبه مختلفه عن الثانيه. وكمان بقى عنده وفره، انت عندك ندفيد كان بيأدي بشكل كويس جدا في فيوتشر، وندفيد قبل ما يخرج من الاهلي كمان كان لعيب كويس جدا، وكان بيأدي بشكل كويس جدا، ولكن الاصابه عطلته شويه. اضافه كبيره جدا ندفيد مع امام عاشور، مع ديانج، مع مروان عطيه، مع السوليه، مع اكرم، مع اكرم وكمان اكرم، انت ممكن تلاقي اكرم بيقوم بدور اكبر ان شاء الله، ربنا يكرمه ويرجع يعني، ربنا يحميه يعني، ممكن تلاقي ليه دور اكبر في نص الملعب كمان. فلا في وفره وفي لعيبه جاهزه كتير، واعتقد البدايه هتفرق قوي، انك تبدا السيزون ببطوله برده هتفرق معاك قوي. اوكلاند سيتي واتحاد جده اللي هيكسب منهم هيلعب النادي الاهلي بس ايه رايك؟ عادي شايف يعني، يعني طبعا الاقرب اتحاد جده، بما اننا كلنا مفيش حاجه اسمها والله. بص انا مش أوكي. طبعا على الورق اتحاد جده، بس صدقني دايما ال يعني خلينا ننتظر طبعا، لكن ننتظر. الاقرب يعني الاقرب الورق، على الورق بيقولوا اتحاد جده، وعلى الورق في مباراه الاهلي والهلال الهلال اقوى صح؟ مباراه الاهلي والهلال 4 طبعا الهلال اقوى صح. الهلال بتتكلم اللعيبه فيه جزء منتخب سعوديه يعني، وباللعيبه محترفين كلهم يعني، خد بالك كان مستوى مش عارف اقولها لك ازاي، بس مش اقوى يعني، الفرق مش كبير. هو الفرق مش كبير، ولكن في فرق في الارقام على الاقل. لو دخلت مباراه الهلال يعني، انا كنت في الفتره دي كنت بحلل المباراه دي في احدى القنوات، وقلت ان الاهلي لو دخل المباراه دي هو اللي هيكسب هتبقى مشكله. الهلال لو دخل المباراه دي هو اللي هيكسب هتبقى مشكله الهلال، لان الهلال مش هيبقى عامل مش مدي قيمه قوي للاهلي، او مش مديله وضعه قوي، ان هو هيلعب معاه جيم عادي 50 50 زي ما انت قلت. لا هو لعب معاه جيم مفتوح، ولعب ان هو الاقرب فهكسبك في اي وقت، فلاقي ان النتيجه اتعاقب على طول. الماتشات دي الماتشات صعبه مش سهله. اللي بيقدر يحترم فيها التاني اكتر
بيعرف يشتغل عليه كويس. يعني الاهلي لما راح كاس عالم الانديه اللي اخذها اللي كانت مع موسيماني الاهلي كان ناقص لعيبه كتير جدا اللي هو هاني سجل فيها. لا كانت في افريقيا صح اللي بعد افريقيا اللعيبه اللي لعبت ال 120 دقيقه اربع ماتشات ورجعت. لا كده كده الماتش الاولاني عدى واللعيبه كانوا في النهائي بالظبط. بعد كده الماتش وحتى الماتش الثاني جم بعديها ومش يعني كلهم لعبوا النهارده وثاني يوم ومش لعب واحد ولعب واحد او اثنين. فاللعيبه اللي كانت موجوده لا بتادي. فانت لما بتديش ما بتعملش اعتبار للفرقه اللي قدامك قوي بتتعاقب على طول. فانا شايف ان الاتحاد طبعا فرقه كبيره وعمل تدعيمات كبيره جدا ولكن مش دايما الفرقه اللي صفقاتها اتقل او اللي فلوسها اكتر هي اللي بتكسب. الفرقه المنظمه اكتر، الفرقه اللي بتحترم خصمها اكتر، والفرقه اللي عندها كم بطولات. انا برضو ممكن اجيب لعيبه كويسه احطهم في نادي هو مش بتاع بطولات لكن ما بعرفش يدير لعيبته. في انديه بتعرف تجيب لعيبه كويسه لكن ما عندهاش الاداره تعرف تدير اللعيبه دي مش تعرف تجيب بهم بطوله. على العكس ان انت ممكن تجيب في اداره ثانيه ممكن تجيب لعيبه ممكن كواليتي يكون اقل ولكن الاداره دي بتعرف تدير لعيبه كويس بتعرف تاخد بطوله. الاهلي بيعرف ياخد بطوله على مر التاريخ. في لعيبه في بطولات الاهلي اخذها بلعيبه قليله جدا مش قليله يعني مش عايز اقل منهم ولكن النادي الاهلي هو اللي كان بيكسب البطولات بقيمته وبفلسفته المعروفه عنه. يعني عادل شرفتني ونورتني وكنت سعيد جدا جدا بوجودك معايا النهارده. يعني من الحوارات الممتعه من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه التعليميه للاجيال القادمه الحقيقه لانه انا النهارده مصر على التعليميه في الاجيال القادمه لانه النهارده لما تشوف كابتن سيد عبد الحفيظ وهو داخل النادي الاهلي في مباراه 2005 النهارده النادي الاهلي عمل عندنا فريق في 2005 قوي جدا فريق مرعب كنا بنلعب بلديه المحله كسبنا 8-0 فريق ده واخد البطوله السنه اللي فاتت قبل البطوله ما تخلص بحوالي 10 اسابيع. لا خلي بالك استمتع اتفرج على المباراه. اتفرجت لا خدت يعني شفت الهايلايتس بتاعتها بس انا عارف الفرقه انا يعني الفرقه انا عارف الفرقه كويس فهي فرقه قويه جدا وتستمتع وانت قاعد بتتفرج عليها وكمان لما دعمت كمان بفرقه 2006 انت عارف النهارده يعني احمد عابدين فقط هو اللي بيلعب من 2006 وبعد كده عمر سيد معوض وبعد كده فرقه قويه خد بالك الفرقه دي نواه لمنتخب ال 2005 اللي جاي. انت عارف ان انا قلت كده؟ دي نقطه مهمه جدا اللي هيجي في منتخب 2005 ما عندوش وقت كبير انه يشتغل. الجيل اللي فات 2001 كان شويه جيل صعب لان صحيح. الجيل عليك. لان الجيل كان مش ملموم يعني ما عندكش لعيبه كتير مش باينه ما عندكش قوام لكن ده عندك اهو لكن ده انت عندك قوام وعندك لعيبه لعبت منتخب 2006 وعندك لعيبه 2005 معظمهم دلوقتي بيلعبوا في فريق اول. فانت اللي هيجي هو محظوظ اللي هيمسك منتخب 2005 ده هو محظوظ لان هو عنده جيل كويس ولكن محتاج عليك. وقت كافي انه يشتغل بيه لسه بدري يعني احنا بقالنا كتير ما عندناش جيل مميز زي 2005. لا بصراحه يعني انت لما تيجي تبص مثلا في الاستوبارين النهارده عابدين وفي عندك احمد في عندك معتز اللي بيلعب في الفريق الاول واحد بيلعب برجله اليمين عابدين بيلعب ناحيه اليمين بيلعب واحد اشول اليمين واحد اشول ناحيه اليمين عندك يوسف سيد عبد الحفيظ عندك ناحيه الشمال هتلاقي اللعيبه اللعيب اللي موجود كويس فرقه كويس هتلاقي في وسط الملعب عندك دحروق كل المجموعه اللي موجوده كلها مجموعه رائعه وحتى اللي قاعدين بره يعني انا لا فرقه كويسه الفرقه دي فرقه قويه يعني الفرقه دي قوام جيد للمنتخب اللي جاي مع بعض اللعيبه كمان في الانديه في الزمالك وفي اسماعيلي وفي امبي وفي انت شايف اكتر طبعا في لعيبه كتير كويسه في الـ في الـ في الـ في السن ده والسن ده ممكن يبقى سن قوي وانا شايف ان السن ده مع دمجه بالفرق اللي فوقيه واللي تحتيه ممكن يعمل جيل زي جيل بتاع كابتن حسن شحاته كده جيل كابتن حسن شحاته التدعيمات اللي بره المنتخبات اللي هي 82 81 83 84 دي كان بيتكلم 60 او 70% وبقيه اللعيبه الثانيه الاكبر منهم سنا هم اللي بداوا منتخب ولكن التدعيم الاكتر كان من ده جيل شوقي وحسام وحسني وفتحي كان في جيل كبير واسماء كتير جدا كانت موجوده كانت في الجيل ده مع كمان مدربينهم يعني اللي نجح الجيل ده ان المدربين دول هم اللي كانوا ماسكين الفرقه دي. والله اللي بيتقال ان الاقرب في مجموعه مرشحه منهم حضرتك وعدد اسماء اخرى من المصريين قولوا في ميكالي برضو مرشح ان هو يمسك الفريق. والله بص يعني الناس الموجوده الناس المرشحه وارد الناس المرشحه كلها ناس طبعاً. على مستوى عالي وناس عندها سيفيهات كويسه وربنا يولي من يصلح والاصلح وان نعمل جيل كويس لمصر للي جاي. نفسي لما نيجي ناس تفكر في حاجه تفكر ل 10 سنين مثلا او 7 8 سنين يعني ما بقاش اعمل جيل لا اعمل جيل ده واعمل الجيل اللي بعده واعمل الجيل اللي بعده عشان ادمجهم بعد 8 سنين او 7 سنين ادمجهم لجيل واحد يبقى في جيل
اللي سابق، وبعد كده في جيل وسط، بعد كده في جيل الاصغر. احنا محتاجين وقت ان احنا ندمج ده. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق. انا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معايا، استمتعت جدا بخليك. جدا من كل النواحي الحقيقه. شكرا حبيبي. جزيلا لوجودك معنا. انا مبسوط موجود معاك وبشكرك وبشكر قناه بيتي على الاستضافه الجميله دي. طبعا ربنا يخليك يا عدول، انا بشكرك شكرا جزيلا. الحقيقه كانت حلقه ممتعه. هسيب حضراتكم مع لقاء مهم جدا مع كريم فؤاد، احد العائدين من الاصابه. انا بعتبره من صفقات، يعني مش صفقة جديدة، عشان ما حدش يقعد يقول لك ده إسلام بيقول صفقة جديدة وبتاع، لا، لكن كريم عشان بقاله فترة طويلة بعيد يعني، فرجوعه أعتقد هو وأكرم إضافة كبيرة، إضافة كبيرة جدا جدا في سكواد النادي الأهلي الحقيقة، في السبع ثمان بطولات اللي هيلعبهم النادي الأهلي إن شاء الله خلال الفترة القادمة. أسيب حضراتكم مع كريم فؤاد وحديث شيق ورائع أيضا مع زميلنا فاروق صلاح، وبعد كده أنا بشكر حضراتكم وإن شاء الله بكرة ألتقي مع حضراتكم وحلقة نهاية الأسبوع في البيت الكبير. كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، مستمرين مع حضراتكم من هنا من النمسا وبالتحديد مقر إقامة فريق النادي الأهلي وتغطيتنا لأجواء معسكر النادي الأهلي استعدادا للموسم الجديد. واحد من نجوم النادي الأهلي في عز تألقه، إنه كان واحد من هداف النادي الأهلي، بتجيله إصابة في وقت صعب جدا، يعني جت الإصابة في توقيت صعب جدا، لكن بإصراره بعزيمته بالثقة بإيمانه بربنا قدر إن هو يرجع بألف سلامة. معانا في هذه أثناء عريسنا وعريس النادي الأهلي كريم فؤاد. كريم برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي، الحمد لله على السلامة. مليون مبروك الأول على الجواز كريم، وألف حمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك. طبعا برحب بيك وبرحب بالسادة المشاهدين. الحمد لله كانت إصابة في وقت مش وحش، بس دايما أنا مؤمن بأنه خير من عند ربنا في أنك تتصاب في عز ما انت كويس، عشان خاطر يعني لما ترجع تبقى عندك حافز انك ترجع ما قبل الاصابه يعني باذن الله. كريم، الاصابه جت في توقيت صعب جدا، كنت واحد من اللعيبه الاساسيه لفكر مستر كولر، واحد من هدافي الفريق، اكيد جت في توقيت ما تتمنهوش، لكن كان عندك رضا وايمان بربنا. طبعا الحمد لله الواحد عنده رضا وايمان ان هو اي حاجه بتحصل من عند ربنا خير، سواء عجبتني او ما عجبتنيش هي كده كده خير، والمطلوب مني ان انا لازم اكون راضي بيها يعني، والحمد لله ده اللي حصل. وعشان كده كنت دايما حاطط دي قدامي عشان ما ملش، عشان ما زهقش، لو اتضايقت في وقت او زعلت في وقت لازم اكون هي النقطه دي اللي بتفوقني تاني، انه دي من عند ربنا لازم ترضى بيها. اي مدرب او مدير فني بيبقى عنده زعل من اصابه واحد من العناصر الاساسيه عنده، لكن مستر كولر كان الامر بالنسبه له صدمه، يعني صرح يعني حس بصدمه من اصابه كريم فؤاد، نظرا لقيمه كريم في التوقيت ده بالنسبه لمستر كولر، اكيد دي تعني امر يعني ليك الكتير يا كريم. اكيد طبعا، هي حاجه يعني بتقول قد ايه انت كنت مهم او كنت حاجه بالنسبه له كويسه او هيبني عليها حاجات كتير، بس طبعا هو الحمد لله، واحنا مش كده كده الفرقه مش هتقف على واحد او هتقف على اثنين او كده كده، اللي موجود قدها واحنا عندنا لعيبه كتير جامده وفي كل الاماكن. انا اتصبت في فتره يعني كنت ماشي فيها كويس، بس الناس السليمه قدها وقدود. كريم، يعني نقول صفحة الإصابة صفحة واتقفلت، واللي جاي إن شاء الله يكون خير، لكن عايز أتكلم على حالة الحب اللي بينك وبين أكرم توفيق. الإصابة مع بعض، حالة ارتباط مع بعض، ثنائية افتقدناها في الملعب مع بعض، إيه الموضوع يا كريم؟ هو أكرم أنا أعرفه من بدري طبعا، من لما كنا في المنتخب الأولمبي، واحنا على طول يعني بنقعد مع بعض في المعسكرات من واحنا في المنتخب في طوكيو، فنفس الدماغ، نفس التفضيلات، نفس الحاجات يعني اللي انا بحبها وبيحبها وكده، فدماغنا واحده يعني. ايوه كريم، بس مش موضوع ان احنا نتصاب مع بعض احنا الاثنين في توقيت واحد. لا دي بتاعت ربنا بقى. دي حاجه بتاعت ربنا طبعا، والله يعني كانت نعمه من عند ربنا ان انا اتصبت وقت ما هو مصاب، يعني عشان خاطر يهون عليا كتير بصراحه، وانا برضه هونت عليه، فكانت لطف من عند ربنا ان احنا الاثنين برضه مع بعض في الاصابه، يعني عشان خاطر ما حدش يبقى متضايق لوحده.
احتفال كريم فؤاد واكرم توفيق في الملعب، الجماهير مشتاقه له، الجماهير دايما بتتكلم على الاحتفاليه وطريقه الاحتفال بتاعتكم، دي جت ازاي؟ سرها ازاي؟ كانت مترتب لها ولا فهمنا بقى القصه يا كريم. لا هي ما كانتش مترتب لها خالص، يعني هي اصلا الاحتفاليه دي بدات قبل ماتش الزمالك بيوم. كنت انا بقول لاكرم ان انا نفسي العب بكره واجيب جون وكده، فقال لي يا عم انا ان شاء الله هتلعب بكره وانا بقول لك انت هتجيب جون بكره. قلت له انا نفسي بصراحه، يعني نفسي اجيب جون. فقال لي انا بقول لك انت هتجيب جون بكره باذن الله وهدعي لك. بعدين قلت له خلاص احنا لو جبنا جون هنسلم على بعض، احنا اصلا على طول بنسلم على بعض كده في اي حاجه، اول لما بشوفه بنسلم كده عادي من غير حاجه. فقلت له اول ما هجيب جون هتجي له واسلمك السلام بتاعنا ونعمل كده. فراح قال لي خلاص ماشي وبتاع. بس جت صدفه اول ما نزلت جبت جون فعملناها. بس هي كانت الحماس بقى كان زياده قوي، يعني غير اللي احنا كنا متفقين عليه. احنا كنا نسلم عادي ونعمل كده بس، يعني عادي. بس احنا وقتها بقى كانت فرحه الجون مع خلاص البطوله حسمناها. فالفرحه كانت هي كانت لحظه استثنائيه بصراحه بالنسبه لي انا شخصيا، لانه ده اول جون ليا واول جون في الزمالك يعني، واول جون ببطوله وفي فاينل. فالفرحه ثلاثه مش الفرحه فرحتين يعني. فهي كانت لحظه استثنائيه بالنسبه لي بصراحه. بس دايما بيجي يرخم عليك اكرم بالكلمات اللي بحرف الراء يا كريم. لا بلط عيل بلط. لا اكرم حبيبي واخويا، وهو بصراحه يعني اخ كبير بالنسبه لي وانا بحبه جدا 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 يعني. فتره التاهيل وانتوا في احد المراكز في الدوحه كان فيها تفاصيل وكواليس كتير وهزار اكرم، يعني الناس كلها كانت بتبقى متابعه فتره التاهيل بتاعتكم مستنيين الصوره فيديو ليك انت واكرم توفيق. ايه اللي الناس ما شافتوش يا كابتن كريم؟ الناس ما شافتوش هزار اكرم معايا، بعرفش يهزر بايده خالص، دي تقيله موت، ده صعب. وما شافوش برضه وانا بعضه، هو بيحبنيش اعضه خالص. لا هزار اكرم انا واكرم بنهزر مع بعض، يعني هزار غشيم شويه. طبعا احنا مبسوطين بالروح دي والحب ده، لان اعتقد يعني مش سهل تطلع بصاحب، مش سهل تطلع باخ، لكن كريم واكرم الاثنين يعني نقول اخوات في حاله حب كتير جدا بره الملعب وجوه الملعب. اخويا اكرم بصراحه اخ، وانا بعتبره يعني بعزه جدا، وحتى اخواتي بيحبوه جدا وهو بيحبهم وقابلهم، الوحيد يعتبر انه الوحيد اللي دخل بيتي او قرب من عيلتي او يعرف ابويا شخصيا ويعرف اخواتي شخصيا وبيتعامل معاهم بره النادي. فهو بصراحه خلاص بقى واحد من البيت عندنا يعني. مش حتى انا اخواتي لما بييجوا يدعوا لي ان انا اخف بيدعوا لاكرم على طول، يعني رب تخف انت واكرم، يا رب ترجع بالسلامه انت واكرم كده يعني. ما بقتش بقى ايه ربنا يشفيك او كده، حتى لما بييجوا يدعوا لي بيدعوا له معايا يعني. فهو بقى عندنا بصراحه بقى واحد من البيت يعني، واحنا عندنا في البيت بيحبوه جدا يعني. ربنا يديم بينكم كل خير يا كريم. الفتره اللي جايه احنا معسكر اعداد هنا في النمسا، موسم جاي صعب، عندك تطلعات، عندك شغف، حاجات كتير عايز تحققها، لكن في البدايه قول لي المعسكر شايفه ازاي، انطباعك عن المعسكر هنا يا كريم؟ هو المعسكر طبعا كانت حاجه احس ان الفرقه كانت محتاجاها، وزي كده يعني فاصل ما بين موسم وموسم، وفي اجواء مختلفه في بلد مختلفه، فهي حاجات بتخليك تفصل عشان ترجع الموسم الجديد يعني تحس ان انت بدايه جديده وحاجه جديده. فهو المعسكر كان مفيد جدا بصراحه، والاجواء حلوه وكل يوم في حاجه جديده، اللعيبه بنتجمع بالليل على طول، بنلعب بلاي ستيشن، بنلعب شطرنج، بنلعب دومنات، الطاوله، اللعيبه كلها في حاله تجمع دايما، اللعيبه كلها في اجواء جديده ما كانتش بتبقى موجوده في النادي. فبصراحه المعسكر فيه حاجات كتيره حلوه ومكاسب كتير يعني.
كريم، الموسم اللي فات 5 بطولات، مش شايلينك مسؤوليه للموسم اللي جاي. جمهور النادي الاهلي لو بلعب 5 بطولات انا عايز الستة، ما بقبلش ان انا اخد 4 او 3. هل ده بيشكل عليكم عامل ضغط ولا بيدي دوافع للموسم اللي جاي؟ لا اكيد طبعا بيدي دوافع، اصلا احنا كلاعيبه عندنا نفس الاحساس انه انا لما اخدت 5 بطولات انا عايز اخد 6، بشابك في بطولات عايز اخدها كلها. انا كلاعب بحس نفس الاحساس، فهم بيدوك دافع ان انت هم كمان عايزين ده، واحنا لعيبه عايزين ده، ومحدش بيشبع من البطولات. وانا السنه اللي فاتت اخذنا 5 بطولات، بس انا حاسس ان انا ما شاركتش فيهم كلاعب، كنت موجود مع الفرقه بمساندتي ليهم بدعمهم. بس انا نفسي اعيش الاجواء دي وانا لعيب، ونفسي اخد كل البطولات دي تاني، واخدها السنه اللي بعدها تالت، وعايز اخد بطولات كتير. ما حدش فينا بيشبع، وكل اللعيبه كده يعني، ما حدش في اللعيبه ان هو خلاص كفايه خدنا بطولات، او يا عم احنا خدنا الدوري السنه اللي فاتت، او احنا خدنا بطولات كتير السنه اللي فاتت. ما حدش بيفكر كده خالص، كل الناس عايزه تدوس، عايزه خدنا بطولات ناخدها تاني، ناخدها تالت، خدنا 5 ناخد 6، كاس عالم الانديه ما حققنا فيه برونزيه، عايزين فضيه، عايزين ذهبيه، ليه لا؟ في انديه عربيه حققت فضيه، ما فيش مشكله. وانت قدها، انت السنه اللي فاتت لعبت ماتشات ضد انديه كبيره، وعملت ماتشات كبيره يعني، فليه لا؟ انت عندك امكانيات، وعندك وفي نادي كبير، فتقدر تعمل ده. وان شاء الله احنا بنطمح يعني السنه دي ان احنا نحقق حاجه كبيره يعني باذن الله في كاس العالم للانديه. كابتن الخطيب اول ما وصل للتدريب في اول يوم دور على كريم واكرم، خلاص بقت ثنائيه خلاص معتاده، دور على كريم واكرم، وقف معاك اتكلم معاك، كان حارس عايز يطمن عليك وعايز يطمن على اكرم توفيق، ايه اهم الكلام اللي دار بينك وبين الكابتن الخطيب؟ هو كان بيسال علينا عملتوا ايه عند الدكتور وكده، وبيسال تقدروا تشاركوا في الماتشات امتى، وتقدروا تبقوا مع الفرقه بشكل رسمي امتى يعني، وبس كان بيطمن علينا يعني ان احنا هنبقى قادرين ان احنا نشارك في الماتشات امتى. شايف رئيس النادي ورئيس نادي بحجم الكابتن الخطيب يعني حرص ان هو يطمن عليك، يعني وقف في التدريب يتفرج عليك، يتفرج على اكرم، انتوا الاثنين بالتحديد يعني راجعين من اصابه، اعتقد بتشيلك مسؤوليه، لان الحب ده مش سهل، والاهتمام ده امر ما بيجيش بالسهل. اكيد طبعا، اكيد طبعا، الحاجات دي مش حاجات بسيطه، هي حاجات كبيره جدا، انه اسطوره زي كابتن محمود الخطيب يبقى بيسال عني وبيطمن عني، وقاعد بيتفرج عليا عشان خاطر يتابع حالتي بقت عامله ازاي دلوقتي. دي حاجه بالنسبه لي حاجه كبيره اصلا يعني، ما كانش الواحد يحلم بيها. فطبعا مسؤوليه كبيره جدا، ان انت لازم تكون قد الحاجات دي كلها وقد التطلعات دي كلها يعني. مستر كولر، بعد ما اطمن خلاص ان كريم واكرم خلاص جاهزين، ايه الحديث اللي دار بينك وبينه؟ ايه الكلام وقت الاصابه؟ اعتقد في كلام كتير قاله لك بعد الاصابه، ايه ابرز الامور اللي اتقالت في الحالتين؟ هو قبل الاصابه كان بيقول لي معلش، انه هي بصراحه كان زعلان وهو بيقول لي، بس دي ده الطبيعي، ودي حاجه في الكوره، ودي حاجه زي يعني ما نقدرش نتدخل فيها يعني، انت قدها وهترجع كويس، ومجرد وقت مش اكتر، واحنا مستنيينك تاني، وان شاء الله يعني ترجع احسن وكده. بعد الاصابه او بعد ما رجعنا يعني، كان دايما بيقول لي يعني، هو ما اتكلمش معايا بشكل يعني دايركت او كده، بس دايما كل ما يشوفني يقول لي جاهز جاهز كده يعني. بس كريم، احلامك وطموحاتك في الموسم الجديد؟ كريم عايز ينزل ماتش النهارده، عايز يلعب النهارده، عايز بطوله لا الواحد بصراحه مشتاق يعني، ونفسه يرجع يلعب تاني يعني. انا يعني مش مستعجل، بس عندي شغف، ان عارف انت اللي هو ايه، هاتولي كوره، انا عايز العب دلوقتي. فالواحد مستني اول ماتش هيشارك فيه يعني بعد الاصابه ان شاء الله. كريم، عايز اختم معاك بنقطه مهمه جدا، جمهور النادي الاهلي بالتحديد وحاله الحب اللي انت شفتها من الجمهور، انا عارف وقت الاصابه في كتير جدا وقف جنب كريم، خاصه البيت، والدك والدتك، لكن الجمهور عايز تقول لهم ايه؟ وايضا البيت عايز تقول لهم ايه؟ لان فتره الاصابه دي بتبقى فتره صعبه جدا. هو بصراحة أكتر حد عايز أشكره البيت عندنا بصراحة، أبويا وأمي وإخواتي ومراتي، أنا بشكرهم جدا على دعمهم ليا طول الوقت، وقت ما بكون زعلان، وقت ما بكون متضايق، هم السند، وهم يعني بصراحة كل حاجة في حياتي حرفيا. الواحد من غيرهم
ما ملوش خير في الدنيا يعني. اخواتي وابويا وامي ومراتي، لما الواحد بيكون في حاجه او بيعوز يشكي همه او كده، هما دايما متابعيني وكل يوم بيسالوا عليا عملت ايه النهارده، اخبارك ايه بتاع. فانا حابب اشكرهم جدا جدا جدا. وطبعا الجمهور طول الوقت بيدعمني وبيساندني في سواء على السوشيال ميديا او في الشارع. فدي بصراحه حاجه انا بشكرهم جدا عليها وممتن ليهم جدا، ونفسي ارجع الماتشات تاني عشان خاطرهم يعني. بشكرك يا كريم، نتمنى لك السلامه يا رب، ربنا يحفظك دايما وتكون يعني اهم اضافه للنادي الاهلي الموسم القادم وايضا للمنتخب المصري، لانك واحد من اللعيبه اللي تستحق هذه المكانه كريم. باذن الله وان شاء الله. شكرك يا كريم حبيبي، شكرا. اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، الطيبه والوضوح والصراحه، الاصرار، التصميم، الاراده، كريم فؤاد يعني نتمنى له السلامه يا رب دايما، كلام من القلب قاله، وعلاقته مع اكرم توفيق اللي طبعا ربنا يديم بينهم كل خير، نتمنى حاله الحب اللي احنا لمسناها من اللاعبين، لمسناها من المعسكر ان شاء الله يكون مردودها على النادي الاهلي، مش في مباراه السوبر فقط ولكن في الموسم القادم باذن الله. عندنا تحديات كتير، عندنا متطلبات كتير جدا، لكن ان شاء الله لاعبي النادي الاهلي باللي احنا لامسينه في المعسكر على قدر المسؤوليه، ربنا يكملها على خير يا رب باذن الله، ويحقق النادي الاهلي مزيد من البطولات من جديد.